لا تنساني دخيل عينك ابو رمزي. على راسي. يا الله استودعناكم. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين سيد حمدي. شلونك ابو حمدي؟ الحمد لله تمام. امرني. والله كنت عن جارك هون المنجد ابو رمزي، عم بسأله على بيت للبيع هون بالحاره، قلت لحالي كمان مر لعندك وبحط خبر، اذا حدا حكى قدامك على بيت للبيع لا تنساني. اوف، بدك تشتري بيت عنا بالحاره؟ ايه والله يا ابو عنا. ايه شو عليه؟ تكرم عينك، اذا حدا حكى قدامي انه في بيت للبيع دغري بيجي وبقول لك. كتر خيرك يا ابو عنا. على راسي، بدنا خدمه تحريز ولو. بارك الله فيك، يلا عن اذنك. عود اشرب كاس الشاي. خليها غير مره لانه تاخرت على وظيفتي بالسرايا. يلا معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بده يشتري بيت؟ تعرف الشغل بالسرايا بجيب مصاري كتير. وقال بده يشتري بيت مع المين؟ ومنين له المصاري؟ والله ما بعرف. السلام عليكم. أهلين سيد أدهم. شلونك يا عمي؟ أهلين، شرف، تفضل. كيفك عم يا ابو صياح؟ اهلين يا ابني يا ادهم، شلونك؟ الحمد لله عم يا ابو صياح. وشلون الست الوالده؟ دائما بتدعي لك هي وستي. الله يخلي لك ياهم. خبرني شلون دراستك؟ ان شاء الله هي اخر سنه بمعهد المحاماه وراح صير محامي. ان شاء الله بفرح فيك وبصير قاضي وبتدافع عن المظلومين. ان شاء الله عم يا ابو صياح. خود يا ابني خود. لسه بكير عليهم يا مختار. هدول حصتك وحصة أمك، خود يا ابني. فضلت عمي أبو صياح. الفضل لله يا ابني، أنا مالي منية عليك، هذا حقك وحق أمك من شغل الدكان، كم مرة بدي أقول لك ياها؟ الله يعوض عليك عمي أبو صياح. بالإذن. بأمان الله. شو سيد أدهم؟ ساعتك عند وعدها؟ طبعاً، بكره أول درس لا تنسى. ماشي. سلام. الله معك. شو بدك من أدهم أبو عناد؟ والله يا معلمي طلبت منه يعلمني القراية والكتيبة. قريه عليك. الله يصبحك بأنوار النبي. اللهم صلي على النبي. تقبر قلبي، يسعد صباحك. جيب لك معي شي يا مو. لا تقبرني، كل شي في عنا. وشو رح تطبخين اليوم؟ حاطبخ لك الأكلة اللي أنت بتحبها. برغل وشاكرية. ايه عيوني. الله يحرمني منك يا ام ادهم. تأمر قلبي ان شاء الله، الله يخلي لي اياك. رضاكي امي. الله يرضى عليك. يا رب يا رب تحمي وترضى عليه. بجاه كل مين له جاه عندك يا رب. هات حرف الالف. ايوه، هذا اللي بيقولوا له الف لشن عليها. شحك بتعرفها؟ ايه، لانه انا قعدت جمعه وحده بالكتاب عند شيخ الحاره الله يرحمه، بس ما زبطت عنده. ليش؟ كان يضربني كثير بالعصاي. كنت تشاغب مو هيك؟ لا والله ما كنت شاغب، بس يعني انه كنت خاف منه كتير، ولما اقوم جاوبه على شي سؤال صير تأتي، وبالاخير بيطلع الجواب غلط، وبرجع البيت بعدين باكل قتلي حشكولبك من ابي. بعدين شاف ما مني فايده، طلعني من الكتاب وشغلني معه على الحمار. ابوك شو بيشتغل؟ كان يشتغل بياع مخلل. لساته عايش؟ لا والله اعطاك عمره ماشي سنه ونص، بعد ما توفت امي واخي الكبير معروف الله يرحمه. الله يرحمهم. أبو عناد أنت من أنو حارة؟ نعم، أنا من قرنة بعيدة كتير عن الشام. يعني من وين؟ هلأ لا تتعب راسك بهالمواضيع سيد أدهم، وخلينا نرجع لدرسنا. اكتب لي حرف الألف 20 مرة. أوفري لابوب. افتحوا لابوب. دربي ست ما يرد في. مضت على خير، نقلعوا برات الحارة. البلاوي كتراني علينا معلمي، الدرك فايتين طالعين من حارة لحارة. بس هالمرة غير كل المرات. ليش شو الفرق؟ هالمرة مهتمين زيادة، يمكن عم بيدوروا على شخص مهم. ايوه، قصدك عم يدوروا على واحد عنا هون بالحارة؟ لا لا، مو شرط يكون من عنا من الحارة. شو بتقبرنا مختار؟ بتفتحوا أدنيكم منيح على كل شي بصير، وإذا سمعتوا اسمه بتجوا بتخبروني فورا مشان نحميه منهم. حاضر معلم. تيسروا على الدكان. السلام عليكم. السلام. عليكم مختار. السلام. ازيك يا حمدي؟
السلام عليكم مختار. أهلين يا ابني أهلين. الله لا يوفقه نكت والحارة نكت. إيه الله يفك عسرها. شو راح تساوي مختار؟ بيش بفوتت الدرك على حارتنا كل يوم والتانية يا عمي أبو صياح. ولا شيء، عم نستنى فرج رب العالمين علينا. إيه الله يفرجها ويطالعهم من بلدنا. آمين. قلي ليش عم بتدور على بيت فاضي بالحارة؟ إيه والله يا مختار، أنا بعت أرض أمي ودي أشتري بيت هون بالحارة، أحسن من الأوضة اللي عايش فيها يلي طلعت لي ورثة من أبي. إيه الله يوفقك. حمدي أنت شو بتشتغل بالسرايا؟ يعني شو نمط وظيفتك؟ شو؟ وظيفة، وظيفة عادية مختار. ها يعني لقلوق عند الفرنساوية؟ ما لقيت لك شي شغلة تانية تشتغلها؟ شو بدي أشتغل يا مختار؟ أي شغلة غير الشغلة يا ابني، نحن مو من شيمنا نخدم أعدائنا. وين الشغل يا مختار؟ ما في شغل. صدقني دورت كتير ما خليت ولا قرني، ما حدا رضي يشغلني عنده، ما حدا رضي ابنه. وقديش بيعطوك معاش؟ معاشي يعني شي يكفيني وما أحتاج حدا يعني. ها ومالك ناوي تتجوز؟ والله يا ريت يا مختار، بس العين بصيرة والإيد قصيرة، محروق قلبي على ما أتجوز. فكر أنت بتغيير شغلتك وأنا بساعدك لتتجوز. يطولنا عمرك يا مختار ويخلينا إياك ولا يحرمنا منك يا سيدي. هذا القانون صعب كتير ما عم بقدر أفهمه. أني منه ندام؟ هذا تبع الاستملاك ومصادرة العقارات من أجل المصلحة العامة، ما حدا من الناس عم يتقبله، حتى لو دفعوا حق العقار أو الأرض الناس ما عم ترضى تتعامل معهم، لأنه عايش بالبيوت هي من جد جدا ما عم تتعامل مع هيك قرارات. وياما ياما صاير مشاكل بينهم وبين السلطة من وراء قرار استملاك جائر. وشو طالع بإيدنا يا أدهم؟ هي المادة هي أهم مادة بالدراسة تبعنا، إذا ما حفظناها انزار قلب ما رح ننجح. بس هي قوانين قديمة صار لازمها تعديل، يا سيدي يلغوها بالمرة أو يستبدلوها بقانون جديد. إيه ما اختلفنا، إيه في قوانين كتيرة بدها تعديل وفي منها لازم تلتغى كلياتها، بس شو طالع بإيدنا؟ بدنا نتعامل معها حتى يلاقوا لها حل. Français pour que tu nous donnes des informations utiles. Et je t'avertis pour la dernière fois que tu es consacré au quartier que tu dois surveiller. Entendu? D'accord, Seigneur, d'accord. Allez, dégage. En aisant, monsieur. الو بس مو على بريزون دي دالاس سنترال. ان شاء الله عم تتعلم القرايه والكتيبه من ادهم. ايه والله يا معلمي عم يعلمني اياهم على طوله. تعال الله يفتح عليك. تعال معلمي ادهم شب ادهم بينحب كله تربايه واخلاق، الله يقدرني على كفاته. طالع ابو ضايل ابوه الله يرحمه بيحب الخير. بدي منك يا ابو عناد تعامله مثل اخوك. ان شاء الله معلمي، ان شاء الله بيكون مثل اخي بعز. تعبرنا بشي معلم؟ سلامتك الله معك. سلام عليكم. وعليكم السلام. آه عملتك بالحارة خلتني أخجل أرجع لحارتي يا أبي، ما عم بقدر فوت عزيهم ولا بقدر فوت أفرح مع أفراحهم. الله يسامحك يا أبي، ساوئتني مثل الغريب بين أهلي وناسي، حتى أختي ما شفتها من يوم ما طلعت من الحارة. يا الله يا الله قدي مشتاق أرجع لحارتي. أهلا
عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. شرف شرف. اهلا وسهلا. لا والشدان ولا بس الشدان سيدو؟ اثنين سوا معي تاب. اي مال عيني. ان شاء الله نعيمة. الله يسلم هالايدين، ما شاء الله ايدك خفيفة. على كيفك. ما قلت لي مين عقيد حارتكو؟ عقيد حارتنا خالي ابو شهاب. والسبع تنعام من العقيد ومن قرايبين العقيد. ومنك. شو بيشتغل خالك على المؤاخذة؟ وليش عم تسأل كل الأسئلة عمي؟ من باب المعرفة سيدي، نحن كثير بنحترم القبضايات شرواك وشروا أبو شهاب. ميت أهلين. يا أهلين وسهلين. خالي أبو شهاب عنده بايكة حبوب، إذا حبيت بدلك عليها. يا ريت والله، لأنه لازمني شوية مونة للبيت. يا على عيني، بس عدم المؤاخذة ما تعرفنا على حضرتك. إن شاء الله نعيمة. الله ينعم علينا وعليك ويرحم والدينا ووالديك. شرف. خليهم علينا. لا يسلم هالايدين. اخي معتز. عوني. الله يرحم ابوكم. تعيش مع السلامه. لطيف شو بيسال اسئله ما لها طعمه، وانت عم تمشي معه عصام. شو بنا اخي؟ عم نتسلى. شو هالتسلايه هي؟ ما خليته لا بقيت. اخي هذا زبون جديد بدنا نكسبه. وبلا هيك زباينه ما لها قطع عصام. بلاها. يا لطيف شو بتدقق؟ يا مو. يا عيون امك. في سؤال عم فكر فيه كتير. شو هو يا مو؟ هلا ابي الله يرحمه، شو روح الصدق كانت المختار ابو صياح؟ يو، وليش عم تسال امي؟ بدي اعرف شو له مشان وقت ما يعطيني مصاري. بدك تحاسبه للمختار؟ يعني مالك مأمن له امي؟ مو هيك القصة يا مو، مو هيك. لكن شو القصة؟ أنا عم أقول يا مو، عم يعطيني مصاري شي كفيني للبيت وللدراسة وعم بيزيد عني كمان. أنا خايف يا مو كون عم باخد أكتر ما بيطلع لي من شغل الدكان. لا يا مو، أبو صياح رجال حقاني وبيخاف الله وما بيأكل حرام. مو هيك قصدي أمي، مو هيك. لا يا مو لا تسأل، وشو ما أعطاك المختار قل له الله يعوض عليك. حاضر يا مو. إيه يرحم عيون أبوك شو كان حاسب لقدام. ترك معلم، ترك. فوي. ايه الله لا يبارك لهم، شلون بحتروا هالرزق بحتره. انت بس لو بتخليني يا معلمي لا اقدحهم شي سكين بجلهم كرشهم فيها. لما الرزق لهم. تصبح على خير. انتم من اهل ناموا بكين مشان بكره ما نتاخر على المعادة. خلص لا تاكل هم، انت كمان بكره لا تتاخر. يلا خاطرك. الله معكم. يا الله يرحم. بكره ضروري لازم تجي بكير، لازم نخلص شغلتنا قبل ما نفوت على القاعة. اكيد يا رب. بدك ما تواخذني يا ابو عناد، ما بحسن اعطيك درس اليوم، في عندي امتحانات. ولا يهمك سيد ادهام، بستناك لحتى تخلص الفحص تبعك، روح ربي يوفقك وينجحك يا حق. تسلم يا ابو عناد، تصبح على خير. وانت بخير. شو ابو عناد؟ اهلي يا ابو علي. شو كان بدك من ادهام؟ والله عم يعطيني دروس بالقراءة والكتابة. ان شاء الله تعلمها. لا شغلتي كثير مطولة والله يا ابو علي، بس يعني بتحسن تقول هلا انت، يعني صرت انا اعرف الحروف واعرف اربطها مع بعضها وبعرف كل حرف شو اسمه. تمام. لا تأخر تبع الشغل. لا لا ان شاء الله ما الواحد عم بيفتح تمه، الفرنساوي عم بياخده على القلعة. هذا هو الاحتلال، بعدين شعارات الانتداب بمساعدة الشعوب على التحضر وحكم نفسها بنفسها، طلع كله كذب بكذب. يا سيدي بعد ما حط رئيس الجمهورية محمد علي العابد لساتها سيادتنا منقوصة واسمنا جمهورية تحت الاحتلال. طيب وآخرتها؟ ما في آخرتها يا فؤاد، هي معركة
ولازم نخوضها بكل الطرق والأسلحة. ما شفتوا شلون زعماء الكتل الوطنية شاركوا بحكومة السيد حق العظم بعد ما عطاهم مفوض السامي وعد بمعاهدة مع سوريا تنهي حالة الانتداب؟ وقلتك رح يصدق الفرنساوي هالمرة؟ إن صدق ولا ما صدق مو هذا هو المهم، المهم إنه في بالبلد زعماء وطنيين ما رح يسكتوا لأنهم صاروا قوة، يعني إلهم تاريخ، إلهم وزن، الناس بتعرف إنه قلبهم على البلد، مشان هيك بتصدقهم وبتمشي وراهم. فتاح يا عليم يا رزاق. شو ابو عنان؟ اهلي ابو علي. ليش متاخر بفتح الدكان؟ والله تقلت بالسهران امبارح شوي. ليش وين كنت سهران؟ وين يعني هون بالدكانه؟ لا هذا كلام مو مزبوط. شلون يعني مو مزبوط؟ انا امبارح بعد ساعتين من لما شفتك قدام بيت ادهم اجيت على الدكان وفتحته وما لقيتك. ايه مزبوط مزبوط. هو انا طلعت شوي على الحاره يعني جبت تتون وكم غرض هيك والتهيت شوي بالقهوه وبعدين رجعت على الدكانه. والله حاسك كذاب يا ابو عنا ومخبي شيء. ساوي لك كاسه شاي يا ابو علي. ساوي تكرم عينك. دقيقه وبتكون جاهزه. هاي طلبية ابو عنا. مر معلم. وصال على هالبيت الله يرضى عليك جيب لنا الغداء، وانت راجع جيب لنا معك سطل عرقسوس. حاضر. أبو علي برني مختار. الحقه. يسلم هالإيدين يا حجي. شو أبو علي؟ شو شفت؟ ولا أشرف من هيك مختار. اليوم بالليل بتجي لعنده على الدكان. أمرك. وهلا لما بيجيب الغداء بتغدى أنت وياه صحتين وهنا. أنا رايح أتغدى بالبيت. بأمرك مختار. أهلين سيد أدهم. أهلين أبو الروم. أهلين. شو عم تسوي عندنا بالحارة؟ والله جاي أحلى شعراتي، سمعت في عندكم شب حلقات وظريفة. عصام. مل قلبي من حلاق حارتنا الختيار، أنت شو عم تسوي؟ والله أخذ دكاني بهالحارة، تعال ورجيك إياها. هي ليش دكانتك اللي كانت طرف حارتنا شو صار فيها؟ صاحبها قال بده اياها، بس رب العالمين اكرمني بوحدي احسن منها، واذا حبيت تشوفني بتيجي لهون على هالدكانه بالذات بتلاقيني فيها من على بكره لعشيه. يا سيدي امرك. وبتقول له لعصام توصى هيك بيقول لك ابو الروض. خلاص انا بخلص حلقه شعراتي بيجي لعندك بشرب كاس شاي. انتظارك. مع السلامه. انك عم ترابو. ما حس على شيء. الله يعطيك العافية، روح انت ارتاح. الله يعطيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمي حمدي واحد منا وفينا، وابو عناد انا ماني مطمن له. بس ابو علي راغبه ما شاف انه قل لك الخير. عم قل لك انا ماني مطمن له. لا ابو عناد مو هيك، واحد عنده شرف على حريم الناس بيكون عنده شرف على بلده وناسه. طيب انت ليش مطمن له كل الآن؟ وانت ليش مصر بانه ابو عناد ورا مشاكل الحارة مع الفرنساوي؟ عندك دليل؟ هاتو. لك ايه، هو غريب على الحارة لحد الآن ما حدا بيعرف منه قرعت ابوه منين وليش اجى على الحارة وشو بده من الحارة. لا مالي مقتنع بكلامك يا صغري. ماشي عمي ماشي،
بكره لتقع الفاس بالراس ويصير لها شي طرني من ورا ابو عنان، بتجي بتقلي والله يا صهري ابو عرب كان كلامك صحيح. السلام عليكم، الحقني يا بي. الله يخليك، بدك شي جدو؟ اهلين جدو، الله يرضى عليك. روح، الله يحميك. خاطرك. رح وصلك على راس الحارة. ما في داعي يا زلمة، ريح حالك. لا لا بتسلى شوي بحكي لك انتي. يلا مثل ما بدك. شوفوا الشباب شو عم يصير معهم بالحارات الثانية. ايه جابوا لنا الاخبار. بدنا نعرف كل شيء، شوف التحركات وين ولا هون. اتفق اللي رح يعمل. عم شو قصة؟ في حدا عم بيراقبني؟ عم شو هال؟ لا اله الا الله، انت اترك السرايا وانا بامن لك شغل بالدكان. ان شاء الله اخي ابو علي، ان شاء الله اترك على التيسير. انا رايح مشوار. الله معك. عود شاب شاي ابو علي. راجع. لك حدا بيشتغل بالسرايا بيجي بيتعطر عنا هون. شو بدي اعمل كله باللي اترك السرايا؟ لا تسمع منهم حمدي افندي، على القليله انت ضمنان تاخذ راتبك اول كل شهر، بعدين شو عم تشتغل؟ ساعتين باليوم وباقي نهار كله فاضي. مو مثلي انا يا حصرتي على حالي، بفتح الدكان الصبح بكير وبلش شغل وتعتير وما بقفل الا باخر الليل. يا عيني عليك يا ابو عنان، انا شو شغلي بالسرايا؟ كل يوم برح لي ساعه زمان، مشي لي كم ورقه وبرجع على بيتي. على وقت صح اللي شغلي مثل ما بتشتغل انت بالسرايا حمدي افندي. شو بدك تشتغل بالسرايا؟ ما بدك تكون تعرف تقرا وتكتب. شو بدي اعمل؟ والله كنت عم تعلم القرايه والكتيبه عند سيد ادهم، بس هو انشغل بفحصه ودراسته. يا ابو عنان الشغل بالسرايا بده واحد يفهم بالمعاملات، مو بالصوف والخواري. آخ يا حمدي أفندي، إيه علي ما علي، بدفع نص عمري لأشتغل بالسرايا. صحيح حمدي أفندي، هلأ إذا بدي أقدم طلب للسرايا لمين بقدمه؟ أيوة لمسؤول الموظفين بالسرايا. بعرف للمسؤول، بس يعني مين الضابط المسؤول عن هيك شغلة؟ أعوذ بالله يا أبو عنات، شو عم تحكي أنت؟ ما دخلهم الضباط، لا منشوفهم ولا بيشوفونا. هن بقرنة ونحن بقرنة، يعني نحن قلنا مدخل لحال وهن قلهم مدخل لحال. أيوة يعني انت هلا ما عم تشتغل عند الضباط؟ لا 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 لا، انا عم بشتغل عند الموظفين المدنيين. لك يا ابو عنات شبنا، نحن كل شغلاتنا بالمعاملات والشكاوي، يعني الشغلات اللي بتخص الناس. اما الدرك ما منشوفهم بنوب، ممنوع حدا يشوفه. ايوه هلا فهمت عليك. ميت اهلين عندي افندي، وهي احلى كاسه شاي. فات لعندك على البيت؟ ايه والله يا عمي. وشو سرق؟ ما بعرف، لسه ما شفت شو راح من البيت. غريبة، شلون فات لعندك على البيت؟ من على سطوح اكيد. ايه بس بعرف انا حيطان بيتك عالي، شلون زمط وفات لجوا؟ والله ما بعرف شلون فات، ما بعرف. هذا يمكن من بيت لبيت لحتى وصل لبيتك يا ادهم. ايه معقولة هيك بتتصدق؟ على كل ندير بالك يا ابني، وشوف شو سرق وخبرني عليه. ماشي مختار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو رأيك صغري؟ أنا بقول ما حدا بيعملها عنا بالحارة إلا الرجل الغريبة عمي. شو بتقصد صغري؟
شو بقصد؟ طول عمرنا عايشين بهالحارة ما بيصير سرقات ولا زعبرات، من وقت ما فاتت الرجل الغريبة كثرة السرقات وكثرة فوتات الفرنساوي علينا. لساتك بالشك يا أبو عناد؟ ايه لساتني بشك بأبو عناد، وإذا بقول لك لا بكون عم بكذب عليك. كنت يا ابو عناد؟ كنت بالقهوه مع المي عم بشرب نفس ارجيله. صار لي اربع ساعات عم استناك هون. خير معلم، ليش عم تستناني؟ انا عم بسالك وين كنت. قلت لك معلم. انت ما شفته لادهان؟ لا معلم ما شفته. وما رحت لعنده بالليل؟ لا معلم، من مده ما رحت لعنده على البيت، من لما انشغل وما عاد اعطاني دروس بالقرايه والكتيبه. ليش عم تسال معلم؟ في حرامي نزل على بيته بالليل. ايوه، وليش عم تقلي هذا الكلام الي خص نص؟ كمشتوا للحرامي ولا لا؟ لا. هيك مشوه معلم، خذوه على الكركون او اقتلوه بارضه، المهم لا تطلعوه عايش من الحاره. ايه تصبح على خير. انا عملت له كبسه على الدكان. ايه شو طلع معه؟ ما كان فيها. ها شايف شلون؟ هذا معناته انه الولد عنده حركات هيك وهيك، معناته ما بيسوى. قد ايه صار له بيشتغل عندي؟ بحياتي ما شفت الغله ناقصه ولا شفت حدا من الزباين اشتكى منه، بالعكس كل زبايني اللي بتعامل معهم بيمدحوه وبيمدحوا باخلاقه. على كل الاحوال نحن عم نحكي حكي حقه مصريات، وانت حر التصرف. على كل يا صهري، اذا طلع كلامك صحيح راح اعمل له محاكمه وعلقه بنص الحاره وخلي كل الناس يتفرجوا عليه. ما عم يطلع من الدكان بنوب لك، لانه حس انه انتم عم تراقبوه، اما بقى يدردر ولا يهوب برعه الدكان، مشان ما يكشف عن حاله انه عاطل وما له منيح. عمي وين عم يروح بالنهار؟ ما عم بيروح لقرني، بس المشاوير يلي انا عم ببعته عليها. يعطيك العافيه ابو علي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. عمي هيك ناس بيكونوا اذكياء كثير، حاسبين كل حركه من حركاتهم وكل سكنه من سكناتهم. بتمنى ابو عناد ما يطلع مثل اللي ببالنا. والله يا عمي ابو صياح ما عاد ينعرف الصالح من الطالح. الفرنساوي عم يبخوا عمله خيرات الله بهالبلد لحتى يثبتوا حالهم، وصار كذا واحد بايعين حالهم للفرنساوي. الله يبين الحقيقة وما نوقع بالمهالك. آمين يا رب. ليش ما جبت عرب معك؟ والله عرب اليوم راح مع أمه لعند سته، وما عم بحسن جيبه لأنه كل شوي أبي عم يشقر على البيت عم ياخده معه، صاير في قبة شويره. الله يحميه ويبعث له أيام بيضة. السلام عليكم. انسى اخي، انسى مشان الله انسى. ميشو طا رحيل حرسك ممكن حد يكون الدواء. حاني
التليفون. شوفي في اثنين من التمييز فاتوا على الحارة عم يقصوا على الفرنساوية، والفرنساوية لحقين وعم يقصوا عليهم. يا لطيف وسكروا باب الحارة عقيد. مين؟ الدرك. إنا لله وإنا إليه راجعون. شو نعمل شيخنا هلا؟ روحوا خبروا النخفر يا شباب. أنا بروح بخبره. لا خليك عمي أبو حاتم، أنا اللي رح خبره. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين صغري. عم بتسريح عربي طلع عندك شيء؟ لا ما إجا لهون. لك شلون ما إجا لهون؟ خير. لك طلع من الصبح ولهلا ما رجع. وين راح الولد؟ بعته أمه لحتى يجيب خبز ولهلا ما رجع. عم أقول ليه راح يجيب الخبز؟ من فرن العمارة أنا بجيبني هنيك. رحت سألت عنه قال ما شافوه، ما شافوه بنوب. أبو علي، يا أبو علي. مور مختار، خد الشباب وروحوا دوروا على عربي بسرعة. إيه بأمرك. وين بده يكون راح يعني؟ وين؟ صلي على النبي. لك وين قلي بس وين بده يكون؟ صلي على النبي يا صهري. الولد إلا يرجع وين بده يروح؟ عود ارتاح ارتاح اطمن. الله يتلطف فينا بجاه الحبيب محمد. يا رب دخيلك فضائلك اللي هو الله أحد. بتلفوا كل حارات الشام حارة حارة، ما بترجعوا حتى تلاقوه. يلا سيرا قولوا الله وانا حدوا معاكم. يا أهل الحارة، يا أهل الجيرة، يا سامعين الصوت، عرب ابن العقيد أبو عرب ضايع. اللي شافه أو سمع عنه شيء يخبر المختار ابو سياح. شو ما لقيتو بتروحوا بدك؟ شو ما ردكش عليك؟ حركوا العقيد ابو عرب ضايع. اللي شافه او سمع عنه شيء. Restez, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez vu ces rapports, monsieur? Montre. Rendez-le à l'hôpital et qu'on leur écrive, là-dedans, que les balles et l'arme utilisées sont allemands. D'accord? Entendu, monsieur. Dégagez. شلون يعني ما لقيتوه؟ لك شلون يعني ما لقيتوه؟ رحت عتى من عينه ما لقيتوه. الله وكيلك يا عقيد. السباب ما خلوا ارني ما دوروا فيها ما لقوه. لك شو يعني؟ عمي شو يعني؟ الولد ضاع؟ ضاع الولد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندكم بالمغفر ولد ضايع؟ أنا جاي أسألكم، في لك ولد مفقود؟ وينه ابني عندكم؟ ابنك مفقود؟ يعني لقيتوه؟ وينك أنت يا رجل؟ نحن عم ندور عليه. لك ابني، ابني عربي لقيتوه؟ امشي معي، امشي لسلمك يا. ايه الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله على سلامته يا مختار، الحمد لله على سلامته. أبو علي، دير بالك على المضافة. أنا رايح لعند بنتي منشان طمنها إنه لقوا لي عربي. ولا يهمك ولا يهمك. رحمة الله عليك يا عربي. قتلوك يا عربي، قتلوك الغدارين، قتلوك، قتلوا عربي. يا عزمي عليك يا عربي، يا عزمي عليك. لك قتلوا يا عدم، قتلوا ولا طفل صغير او طوقف. لك ما في قلب الرحمة. والله والله ما بنرضى بدالك يا عربي الا 10 رجال من حارة الضبع. ليكو وصل العريس، وصل لقوس الشهيد، وصل. يا
امتى رح يندفن الولد اللي انقتل عنا بالحاره يا جاد؟ اكيد بكره الظهر رح يدفنوه عباسين. معناتها لازم نكون كلنا بكره على صلاه الظهر بحاره الماوي، منه بنطلع بالاجر ومنه بنعزي. اي والله عجيب. انت عرفت انه الثورجي الفراري ما كان لحاله؟ عرفت. الله العليم يا جماعه انه هذا الزلمه بيعرف الحاره تبعنا شبر شبر. شو عرفها؟ لما رفيقه اللي مات كان بده يهرب من الزابوقه اللي على كتف القهوه صرخ فيه وقال له لا تفوت فيها هي سد، تعال نهرب من صاله الفرن. عجوة. سيدي رجال حارة الماوي فاتوا على حارة الضبع. يفوتوا ويفشوا خلقهم ببعضهم قد ما بيقدروا على أقل من مهلهم. إلع من خلقتي. حاضر سيدي. شبك لك عبدو؟ شو في؟ عكيد رجال حارة الماوي هاجمين علينا. روح اجمع لي رجال حارتنا على السريع. امرك عقيد. ركن هات يا الخنجر شريف. مثل ما فهمتي لو بتطبق السما على الارض ما بتعتبي برات البيت. شلت الليل امرك ان شاء الله في بركة على حارتنا. دقري الباب. الله يستر يا رب. الله يستر. لك وينهن؟ وين القتالين الولاد الصغار؟ وينهن؟ لك وينهن الجبنة؟ وينهن؟ خليهم يطلعوا يواجهوا العقيدة بعرب. وين الرجال اللي عندكم بالحارة؟ ابعتوا لي أتخن واحد فيكم. نحن رجال الحارة ولا؟ جاي تساوي هون بعرب؟ جايين نملس رقابكم واحد واحد. عدل كلامك واحفظ لسانك أبو عرب أحسن لك. هاي الرقبة ما بيشيلها إلا اللي حطه ولا؟ أبو عرب؟ استهدي بالله عسلك. والله واللي اسمه الله ما بنطلع من هاي الحارة غير ما اخذ بتارو 10 رجال منكم. تار شو اللي بدك تاخده من حارتنا يا بضاي؟ تار الولد اللي قتلتوه يا جبنا. نحن ما قتلنا حدا. الفرنساوي كان لاحق واحد ثورجي وطلعت فشكة وقتلت الولد. طلعوا حارتكم اللي قتلته. والحارة اللي ما بتحمي زوارة او لحرقة هي ورجالة. لهون وبس وشكلين ما بحكي. هن كلمتين، يا اما بتطلعوا من حارتنا بكرامتكم يا اما منطالعكم محملين. هات ما بيرجع لحتى تعلم عليك وعلى حارتك. ما عاش اللي بده يعلم علي وعلى حارتي. ورجينا مراجلك لشو. بس انت جبرتني. خذ رجالك واطلع من حارتي احسن ما كمل عليك.
اطلع. ليش يروحوا لحارة الضبع؟ أنا ما قلت له إنه حارة الضبع ما دخلها بيقتل ابن بنتي عربية. صهرك أبو عرب هو اللي قام بكره الأمة وجنن أهل الحارة معه. ليش يروح؟ أنا فهمته حارة الضبع ما دخلها. ابنه اللي مقتول مختار. حارة الضبع ما دخلها. هيك أحسن ياكلوا قتلة ويرجعوا مكسورين الرأس من عندهم. عذروا مختار مشان الله عذروا. فور الدم. فور الدم وأكلوا قتلة. أنا جده للولد وما حركت ساكن. لأني بعرف إنه حارة الضبع ما دخلها. والواجب عواض ما يقاتلوا حارة الضبع يروح يقاتلوا الفرنساوي. يا رب يا رب يا رب يا رب حدا يطمني على ابن عمي وابي. يا رب تسلم يا رب. سيدي منيح ان قضت هيك وما راح اتلى بيناتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس العقيد أبو عرب مو ساكت بنوب بنوب مو ساكت وراح يفوت عليهم فوتة طالع الخمير والفطيم من حارتهم. إيه ما راح يطلع معه شيء. شلون يعني ما راح يطلع معه شيء؟ قصدي لازم يحسبها منيح المرة الجاي. وأنت ليش ما رحت مع رجال أبو عرب على حارة الضباع؟ آه أخي أنا ما بحب الخناية، ما بحب لا أضرب حدا ولا حدا يضربني. بعدين روحت أبو عرب على حارة الضباع كلها غلط بغلط، ليش لحتى أروح معه؟ أشهد بالله إني زعلت عليك يا أبو عرب. زعلت عليه كتير يا رجال وما كنت رايد اني ارفع سلاحي بوشه. بس القتلة بيستاهلوه عقيد وبدهن اكتر من هيك. لا يا بشير لا، نحن ما بدنا نزيد الاساسة. الرجال مقتول ابنه والنار شاعلة بقلبه. الله يصبره على بلواب جاه النبي. امين يا رب. والله نحن يا ابو شهاب كمان ما حدا بيناتنا كان ناوي يجرحون ولا بدنا تصير مشاكل بيننا وبين حارة الماوي. يا اخي يلي صار فهموه غلط، نحن ما دخلنا بقتل الولد. بس هاللي بيعتدي على حارتنا ما رح نسكت له ابدا. بدنا ندافع عن حالنا عقيد. يعني ما رح تروحوا تعزوه؟ شو رايك عم نبحاتي؟ بنروح؟ والله يا صهري هو الواجب فوق الشيء، بس فوتة الجماعة علينا ما بتنبي انه مهيئين للصلح. ويمكن روحتنا على العزاء تأجج النار اكثر واكثر. بنأجلها كم يوم احسن. بس تهدى النفوس بحل ألف حلال. معناتها سيدنا الشيخ عبد العليم بروح نيابة عنا وبيشرح لأبو صياح وضعنا. أنا حاضر يا أخوان ومن هلا يا أبو شهاب. بصير يا صهري. أهالي حارة الضبع ما دخلهم بقتل عربي، ليش تروح لعندهم؟ شلون ما دخلون؟ شلون ما دخلون يا عمي؟ شو لهم بيقتلوا؟ إيه لهم بيقتلوا، هن اللي قتلوه. أنا متأكد من هذا الشيء. ودم ابني عربي ما راح له هدر. بدي اخذ بداله 10 رجال واولهم عقيد حارة الضبع ابو شهاب. شلون يعني شلون؟ شلون قتلوه يا صبري؟ فهمني شلون؟ ابني ما مات من رصاص البواريك الفرنساوية. لك مين قتلوه؟ ابني متصاوب بكذا طلقة، والطلقات اللي صايبته من فرد الماني مو من بارودة فرنساوية. شو عم تحكي انت يا صهري؟ مثل ما عم اقول لك، هيك قالوا لي بالمستشفى. الفرنساوي ما دخلهم بقتله. شلون ما دخلهم؟ يعني معقول يكون الثورجي اللي مات هو اللي قتل عربي؟ لا مو معقول الثورجي يقتل عربي. دبوا يجيب حاله قدام الدرك. ما عم بفهم عليك، فهمني. هدول رجال الضبع كانوا بدهم يساعدوا الثورجي بس ما صابوا ولا واحد من الفرنساويه. كان الهدف ابني. ايه هن اللي قتلوه. هلا انت خارط مشتك هالحكي؟ ايه خارط مشتي. وتاري بدي اخذه مالي ساكت عليه لو بدها تروح حي الرقبه. ودم عربي بدي بداله 10 رجال من حارة الضبع. ويا دوبون ها يا دوبون يروه غليلي ويشفون لي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. قلت لك حيسكت ابو عرب اخي. حتى لو ما سكت بدنا نعذره. الرجال دمه فاير، ابنه مقتول وضايع غريمه، ما راح نأذيه. وبركي فات على حارتنا مرة تانية. إذا فات على حارتنا مرة تانية ساعتها لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إذا عملها وفات على حارتنا مرة تانية لازم ما نطالعه عايش، لا هو ولا رجاله. الضنا غالي يا أبو قاسي. يلي قتل ابنه، ابنه من لحمه ودمه يا شيخ. هو ما يفتش على اللي قتل له ابنه؟ مرحبا أبو شهاب. هلين نوري. شبك معي أبو جودة بده ياخذ المخفر هلأ هلأ. من شان شو؟ قال هنيك بتعرف. قلت لي يروح لاحق. بس الله يخليك لا تطول. ابو جودة مستعجل يشوفك.
خاطرك. شو بده منك كمان هذا ابو بطيخ؟ ما حلك تعرفه يعني لأبجودات؟ بده ديباجي بس يمسكها علينا، اكيد مشان خناقتنا مع حارة الماوي. سيد عصام، مرحبا بالروض. ميت اهلا وسهلا سيد ادهم، زارتنا البركة. شرك شرك سعيد. نطلع على القهوة اخي، جيب لنا كاسين شاي على السريع. الله يرضى عليك. شفت شو صار يا رياض؟ شفت، وما كان لها لزوم فوتت ابو عرب على حارة الضبع بهالطريقة. ما قدرنا نمنعه، ابو عرب مفجوع بابنه الوحيد، يعني شو بدك هي يساوي؟ يفوت على الحاره يا قاتل يا مقتول. شو دخل شباب الحاره جاي هو ورجاله عم يقاتلهم؟ معك حق، هو متسرع بياخذ قراراته. غلط، فوتوا على الحاره غلط. من حق شباب الحاره يدافعوا عن حارتهم وعن انفسهم. يا رجل فايتين فوتي تقول عدوين مو هيك؟ بعدين تعال اقول لك شغله، المراجل بعمره ما صارت على اهل المراجل، المراجل بتصير على عدوين وبس. الله وكيلك صاير كتله نار، ما عاد استوعب. اش كان مشان ابنه معه حق، بس شو دخل الحارة يفوت عليها ويقاتلها؟ المشكلة بالمستشفى قايلين ما دخل الفرنساوي بقتل الولد، وتعمين حارة الضبع بقتله. شلون ما دخلهم يا سيد ادهم؟ لكن مين قوص على الولد؟ يعني ما بتعرف، دائما بيبروا ساحة الفرنساوي وبيحطوها بضهر من البلد مشان نعلق بنات بعضنا. الخلاصة، تقرير المستشفى عم بيقول رصاصات اللي قتل فيهم الولد ما لهم رصاصات فرنسية. لكن رصاصات شو؟ قال رصاصات من فرد ألماني. وابو عرب مصدق كل كلمه بالتقرير، هو وكل رجال الحاره. مو عيب يا حمدي، مو عيب اسكت على دم ابني. دم ابني ما له رخيص حتى تقتلهم اياه هيك روح ببلاش. هلا صارت دم اثنين، دم ابني وتاري من العقيد وحاره الضبع كلياتها. يا عيني عليك يا عقيد، يا عيني عليك، نحن كلنا معك، انت بس اشر بايدك بتلاقينا كلنا حواليك. كفو يا حمدي كفو، وكلها كم يوم وبتسمع انواع نسوانهم معبي حارته. وحياتك يا حمدي وحيات شواربك اللي ناتوعن بوشك، اذا ما بيتم اولادهم وبرمل نسوانهم ما بكون انا بعرف. ايه بس هالمرة لازم نحسبها منيح يا عقيل، رجال حارتنا ما بيكفوا لهيك فوته، يعني لازم قد ما فينا نكتر رجال لحتى نفوت عليهم فوته نطالع الخمير والفطير ونحرق الاخضر واليابس بحارته. وهيك رح يصير لك حمدي، أنا المرة الماضية فت عليهم بالخنجر، بس هالمرة ما رح فوت عليهم غير برصاص. شلون عقيل؟ برصاص؟ مثل ما أنا عم أقلك، بدي رصاص، بدي فرودي، بدي سلح كل رجالي، كل واحد بدي إياه يحمل فرد على خصره. ليش أنت لهلأ ما معك فرد تحمله عقيل؟ مبلا كان معي فرد، بس كبيته لما لحقتني دورية الدرك على طريق طاحون كشنان بالنهار، وهلأ منين ما كان بدي جيب غيره. مزبوط، أنت لازم يكون معك فرد يا عقيل. تقدر تدبر لي فردك حمدي وقت ما كان بدفع حقه؟ أنا أدبر لك؟ هذا سلاح، منين تدبر لك؟ شوف حدا من عمكم من السرايا وخده منه وأنا بعطيك حقه قد ما كان. والله بدي أشوف، بدي أسأل. إيه اسأل، اسأل حدا من معارفك شو بتقدر تدبر فرودي باخذ. بدي سلح كم شب أبضاي من الحارة يكونوا بيضربوا رصاص على الصايب على القرن القاتلة بقلبه وبراسه لعقيد حارة الضبع. إيه هيك لازم يصير. وانت ما معك سلاح لك حمدي؟ انا منين بدي اجيب سلاح انا؟ ليش معي حقه لحتى اشتري؟ ايوه، ليش السرايا ما بتعطيك سلاح لحتى تحمي نفسك فيه؟ عقيد انا موظف صغير بالسرايا، ما بيسالوا علي اذا متت ولا عشت، بس الموظفين الكبار كلهم معهم سلاح. حمدي معيتك، بدك تدبر لي سلاح الي ولرجالي. خلص ولا يهمك، لا تاكل هم، رح ادبر لك، بس استنى علي يومين برد عليك خبر. ايوه، وانا شو دخلني بسلاح حمدي افندي؟ لا يا ابو هنا، انت ما دخلك بنوب، بس انا عم اقول اذا بتعرف حدا عنده سلاح بتدلني عليه وانا بروح لعنده بشتري من عنده سلاح. لسه بيقول لي اذا بتعرف حدا، انا شو بيعرفني بهيك ناس؟ قلت لحالي يمكن تكون تعرف حدا يعني. لا اخي ما بعرف حدا. بعدين العقيد ابو عرب شو بده بسلاح؟ ابو عرب طايش حجر راسه من شان ابنه اللي قتلوا له اياه بحارة الضبع. يا والله الله يعينه على مصيبته، والله مو قليله هي، هذا ابنه وحيده. ولا منين رح تدبر له سلاح لابو عرب؟ والله ما بعرف يا ابو عنا. لا تتعب حالك حمدي افندي، لا تتعب حالك، ما حدا رح يقبل انه يكشف حاله انه عم يبيع سلاح، لا لك ولا لغيرك. شغله كتير خطيره، اللي عم يكمشوا معه سكين عم يبهدوه بالكركوم، شلون يكون معه سلاح او عم يتاجر بالسلاح؟ يا عليم الله بشه على القلعه،
وبيعلقوا له مشنقته. يلا يلا خدوا طريق. تفضل يا ابي حمدي. تفضل شريف. شريف يا ابي. شريف يا ابي شريف. اعملوا شاي. تفضل عقيل. شو ها؟ فرد برابيلا على كيف كيفه. بس آدم الله مبين انه قديم. والله يا عقيد هذا اللي طلع بايدي. ولو ما صاحبه وشاري واحد جديد ما كان رضي بعيني اياه. بألف زور لحتى رضي. وقديش طالب فيه؟ 3 ليرات دهب. والله غالي هي. هو هيك طالب حقه. قال لي اذا ما عجبه رجع لي اياه. ومين صاحبه؟ موظف السرايا. مدعوم شوي. بس انا ما بعرفه. في واحد صاحبي موظف هو اللي دخل واسطه بيني وبينه. والشغله كلياتها سر بسر. تخيلك عقيد ما بدي حدا يعرف الموضوع لانه اذا عرفوا بروحه بخبر كان، خاصه اذا عرفوا انه انا دبرت لك اياه. لا تاكل هم حمدي، لا تاكل هم. واذا لقيت منه كم حبه جيب لي اياهم ولو 10 باخذه. ما بقدر اوعدك عقيد. هاد بألف يا ويلاه لحتى دبرت لك اياه. معلش ما بيسهل، اعمل لك خوصه ثانيه. ايه ان شاء الله. بدي اسالك سؤال عقيد. تفضل. هلا حاره الضبع فيها سلاح لحتى انت بدك تفوت عليها برصاص؟ والله ما بعرف لك حمدي. بس مركلاً شي واحد منهم مزنر الفرد على خصره. أنا ما رأى أسحب سلاح غير إذا انزلقت كتير كتير. وما رح فوت على حارة الضبع والله وأطلع مكسور الخاطر أنا ورجالي. مشان هيك بدي أخذ استحياطاتي. عم قلك حمدي إذا صح لك كم حبة من هاد بتجيب لي إياهم. ما بدي هن يسبقونا ويسحبوا فرودوتن وتعطقونا مثل العصافير. إن شاء الله قلت لك بحاول. يلا بسمح لي عقيد بدي أمشي. لا ما بسمح لك. بدك تأخذ حق الفرد وبدك تشرب شاي. ومين هدول الشباب اللي كانوا معك؟ هدول رفقاتي بالمعهد. بس أنا ما شفتهم معك قبل هلا. هدول رفقاتي جداد. وشو هالوراق اللي كنتوا عم تخبوهم تحت جواكيتكم قبل ما تطلعوا؟ هدول. أمي لا تكذب علي مشان الله. ها معناتها لا تسأليني. ما رح أسأل. بس لا تنسى إنه نحن ما في إلنا غير الله من بعدك يا أمي. لا تقهرني وتحرق قلبي، والله ما لي قدرة البدلة بآخر عمري. أمي، أنت بس ادعي لي. أنا إذا عم ساوي شيء، فمشان تضلي عايشة بكرامة. أنت وكل نسوان هالبلد. سيدي أنا قلت لحالي بركي بيعرف مين قتل أبي وبيقول لي عليه، ودك لو حتى بيعرف مين اللي قتله، ما راح يقول لك يا غبي. ليش سيدي؟ لأنه اللي قتل أبوك. واحد من أهل حارته الطبع. من أهل حارتي سيدي؟ من أهل حارتك؟ جثة أبوك مولى واحدة راحت على قبر جده الإيتاشري. أكيد في كذا واحد يا سمعوا مشتركين بجريمة القتل. لذلك لا عاد تتصرف شيء من دون إذني. أنت قدمت شكوى لتعرف مين قاتل أبوك، وأنا فتحت تحقيق طويل عريض. وهذا الحكي ما عاد ينفع مع أهل حارة الطبع. يا أما بدهم يعترفوا، يا اما بدي استمر بالتحقيق لحتى اعرف مين قتل الحارس ابو سمعه. سيدي انا كان فكري بلا هالفلقه. ما بيصير، ما بيصير بدون فلقه، لانه بدون فلقه ما حدا بيعترف. الفلقه ضروريه. لك انت شو علموك بالدوره ده؟ شو علموك سيدي؟ سمعوا لك يا ابني يا سمعه. اسمع، انت لازم يكون قلبك قاسي مع الكل. ايه مشان تقدر تعرف مين الجاني ومين المجني عليه. لأنه يمكن بكرة يجيك المجرم ويبكي قدامه منك، تعود تصدقه وتنسى هداك المسكين المجني عليه ويروح بين الرجلين. فهمان يا سمعو؟ شوف هاي العريف نوري قدامك. ما صار فهمان إلا بعد ما صار قلبه قاسي. مو هيك يا نوري؟ معلوم سيدي. إذا بده يضل قلبك طيب هيك مع أهل حارتك، أنا مضطر لك من عندي من المخفر من هون لآخر الدنيا. لا دخيلك يا سيدي. معناها بدك تسمع الكلمة. قصة أبوك بدك تقيمة من بالك، لأنه قصة أبوك يا ابني هاي صارت من اختصاص الداخلية والسرايا ذات نفسها. فهمت؟ أمرك سيدي. اطلع لبرا. سيدي بده فت خبز لحتى يصير مثلك.
ولا حدا رح يصير مثلك سيدي. ولا انت يا نوري. ولا انا يا سيدي. اين هذا الان سمعوا؟ امرك سيدي. ابو عناد عم يقول بانه حمدي مدبر له فرد لابو عرب مختار. شو هالحكي؟ بده يجيب سلاح لكل اهل الحاره. ومنشان شو بده كل هالسلاح؟ ما بعرف شو عم يفكر. الظاهر بده يحمي حارتنا من رجال حاره الضباب. قلت لحالي ما معقول ابو النار ما يجي يعزيني لابني او يوقف معي. والله انا مقصر بحقك يا ابو عرب. مشان هيك جيت لحط ايدي بايدك وقول لك انا جاهز لكل شيء بدك اياه. مثل شو يعني؟ بدنا نفوت فوتي على حارة الضبع غير شكل، فوتي نحرق فيها الأخضر واليابيس. منيح اللي حسيت، وأنت كل هالأيام ما عم تحسن تثبت حالك بين رجال، وتمحي هالشطين اللي علمهم بوشك أبو شهاب. ليش هو الحكي يا أبو عرب؟ اللي صار معك صار معي. بعدين هي أبو شهاب علم عليك وضربك وأنت ساكت. لا ماني ساكت أنا، وعم أدل له لقدي. والله لفوت عليهم فوتي، جتهم أولاده. وإيدي فوق إيدك يا أبو عرب. بس أنا فوتي يا أبو النار هالمرة غير كل المرات، غير ما أنت عم تفكر. شلون يعني يا أبو عرب؟ أنا بدي فوت عليهم فوتي يا قاتل يا مقتول، يا حارق يا محروق. بدي فوت عليهم برصاصك أبو النار. شلون؟ برصاصي أبو النار برصاص. لك شو عم تحكي أنت؟ لك هي شغلة كبيرة كتير أنا ما بوقفك عليها بنون. لك أنا شلون فكرة؟ نفوت عليهم بالسكاكين والشباري؟ وناكل قتلة تانية وتالتة ورابعة. لك فوتة رصاص معناتها حرب. وهو هيك رح بيصير حرب. لك شو قبل ما هن يسحبوا علينا رصاص ويتعطونا واحد واحد. شو قلت ابو النار؟ اتركني فكر ابو عرب. فكر على راحتك، بس نحن جاهزين، واذا ما نويت تفوت معنا نحن فايتين وما رح نستناك. خلاص بردلك خبر سيدي، بس لا تطول. كلنا كم يوم. شرف سيدي شرف. يلا يلا. طلع ما بيعرف مين عم يجيب السلاح لحارة الضبا. لا 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 اخس. لك شو الحظ تبعنا ها؟ بس وعدني انه يسأل ويدقدس ويعرف مين هذا هو. اخ لو اعرف مين هو كنت رح تدغري لعنده طلبت سلاح للحارة. رح يجي سلاح لك حمدي، ورح نفوت عليهم فوتي قاتوليا طقطقن طقطقة لحنا وحارة ابو النار. حارة ابو النار؟ ليش ما دريت شو صار بحارة ابو النار؟ دريت، بس لو ابو النار ندهنا وحياة شواربك يا حمدي لفوت عليهم فوتي طالعهم كلياتهم محملين على نعاش من خشب. بس قالوا له يا رمضان ليش ما بتيجي بشعبان؟ قال له كل شيء بوقته حلو. On va donner des arbres légers et suffisants aux habitants de quartier. Et puis, on va savoir juste où est-ce que les habitants planquent ces armes. Et nous, on va rentrer directement et on va les arrêter tous. Et toi, ce que tu dois faire, c'est d'être prudent plus que jamais. طيب وانا شو مطلوب مني سيدي؟ C'est de provoquer le dispute de plus en plus entre eux jusqu'à que Abu Arab et ses hommes soient obligés de rentrer dans le quartier de Taba. Et toi ce que tu dois faire, c'est de nous prévenir de ce jour-là pour qu'on soit prêt. Bon, maintenant tu peux aller au bureau de finances et toucher l'argent qui est là-bas. Merci khairat Allah monsieur. هذا مو من عندي يا ابو شهاب. انا عندي تعليمات من النيابه العامه والسرايا وبدي نفذها بحذافيرها لحتى اعرف مين اللي قتل الحارس ابو سمعو. بس هيك بتكون تخنتها كثير يا ابو جودات. هذا شغل وانا لا عم بلعب ولا عم بتسلى، لا معك ولا مع غيرك. واخرتها معك يا ابو جودات. انا بدي اعرف مين اللي قتل ابو سمعو وانتهيت. ولحد هلا عم حقق مع صغار حارتك وطالع لفوق شوي شوي، وإذا ما نعرف القاتل رح يوصل الدور لعندك يا أبو شهاب. بدك تحقق معي وناقص ترفعني فلقة كمان يا أبو جودان. ليش أنت مو من الحارة ولا فكر حالك غير الناس؟ معلوم أنا مثلي مثل أصغر واحد بحارة الضبع، واللي بيصير على اهل حارتي بيصير علي. حارتك كلها مشتبه فيها يا ابو شهاب، من صغيرها لكبيرها. واذا انا لحد هلا ما قربت على كباريه حارتك فهذا لاني عامل كرامه لك. بس اذا فلتت الامور من بين ايدي رح يجيكم الدور.
واحد واحد. ايه شو علي؟ مشي يا ابو جودات. اسمع اسمك وارد بالتحقيق من فوق فوق وفهمك كفاية عقيد. إذا هالحكي اللي عم تحكيه مزبوط يا أبو جودة بيكون لا أنت ولا جماعتك اللي فوق فوق بتعرفوا مين العقيد ومين حارة الضبع. مثل ما سمعت وشكلين ما بحكي. احترامي سيدي. شو يا نوري؟ سيدي ما اعترف بشي. ما اعترف بنوب؟ أبدا سيدي ولا كلمة. ماشي يا نوري ماشي. كرمال جيد أبو شهاب لعندي على المخفر أخلي سبيله. حاضر سيدي. شفت كرمالك؟ ها يا أبو شهاب مكتور الخير يا أبو جودات، بس بدي منك تساعدني. لعيونك بشو؟ اللي مين يلي قتل الحارس أبو سمع؟ إيه شو بيعرفني أنا يا أبو جودات مين قتلوا لأبو سمعه؟ ما بتعرف يا أبو شهاب؟ عقيد أبو شهاب، عقيد أبو شهاب. أبو شهاب الله ما تأخذني، أنا ما إلي علاقة بكل اللي عم يصير. ولا يهمك نوري، عرضية بس فهمه لمعلمه انه نحن بحارة الضبع صارت واصلة معنا لهون. ولا يهمك ابو شهاب، دباره عندي. مشان ليرة الذهب، مشان الله ما تأخذني، لهلا ما تأمنت معي. حلالك زلالك نوري، سامح. بس فهمه للكبير تبعه انه اذا ضل ينسج على هالمنوال، بيكون عم يلعب بعداد عمره. وبعد شوي منقلبها عليها واطيها. امرك ابو شهاب. اصلا انا ناوي له على وقعه الطير برات المخفر لاخر الدنيا. بس طول بالك علي شوي، طول بالك. خاطره الله معك ابو شهاب. اتخانقوا معه وبنص حارته. ايوه من هيك رايح جاي لعند ابو عرب. شو ابو النار كان عند ابو عرب وبالبيت تبعه؟ هي مو اول مره بيجي لعند ابو عرب. من قبل ما يتخانقوا كان عنده بالبيت وطول بالقعده كمان. ايوه ابو النار عند ابو عرب لك. اي نعم عقيد، وهدول ما بيجتمعوا الا على اذى، مشان هيك انا حبيت خبرك ساعدها. انا يا عقيد صرت واحد منكم وفيكم، واللي بيصير عليكم بيصير علي. بقى شو بتقبر انت؟ انا جاهز. ونحن اللي بيشوفنا بعين بنشوفه بتنتين يا رياض، وهي ما رح ننسى لك اياها بنو. بعرضي انك بتنحط على الجرح بطيب. واجبي عكيد. سلام. الله معك. يضرب الجوز ما اصعب فراته. مرني عقيد، تعرف حدا بيبيع سلاح؟ لا، ليش عم سأل عليه عقيد؟ بدي اشتري لي كم فرد رجالي. على شو ناوي عقيد؟ بعدين بتعرف. بس حق الفرد هديك الحسبة عقيد. لك بدي اشتري سلاح، لو بدي ادفع ما فوقي ما تحتي. إذا بدك بدقديس وبسأل لك مين اللي عم يبيع سلاح. إيه دقديس، بدي سلاح بأي طريقة، على السريع. يا عيني عليك يا حمدي، يا عيني عليك. بس بالزور لحتى رضي صاحبه يبيعني اياه. قديش دفعت حقه؟ هذا اخذت لك اياه باقل من الفرد الماضي بليرة. ابري عليك. لسه في واحد عم طبه بدي يشتري منه فرده، بس شو فرد غير شكل. اسمع حمدي، شو بصح لك فروده بدكش لي اياها؟ لانه هلا صار معنا حاره ثانيه. لعيونك يا عقيد، لعيونك. أنا مستعد خاطر بروحي ودمي، بس لحتى تقدر تاخذ بتار ابنك عربي. رحمة الله عليه.
والله مالي عرفان كيف بدي كافيك يا حمدي، وكل ما لك عم تكبر بعيني. ما بدنا غير سلامتك عقيل. رحمة الله عليك يا عربي، رحمة الله عليك. الحارة مقسومة نصين، شي مع المختار وشي مع ابو عرب. لا وفوق هيك اجانا مين يدعم ابو عرب كمان، ابو النار ورجاله سيدي. يا سيدي هذا الزلمة طول عمره هيك من فخجي، يساوي حاله عقيد ومو طالع بايده. لا والانكى من هيك، كل مرة بيقوم فيها هو ورجاله على حارة الضبع بياكلوا قتلة. اسألني انا عنه، حافظه بصم. بينتك بتعرف عنه عن حارته معلومات كتير يا ابو عنا. لا يعني انا بسمع عنه، ايه بسمع عنه. بعدين انا كنت كتير فوت على حارة ابو النار. طيب هلا ليش ما عم تفوت يا ابو عنا؟ هذا من المؤاخذة سيد أدهم، يعني ليش لحتى فوت هلا؟ يعني كنت فوتك عن عندي شغل فيها. أبو عناد، أمور سيد أدهم. أنت من أنو حارة؟ أنا من حارة بعيدة، إيه بعيدة كتير منهم. طيب شو اسمها؟ شو القصة سيد أدهم؟ يعني ليش مهتم كتير بهالموضوع؟ بدي أعرف مني. بعدين العقيد أبو عرب ما بيحبك، بيعرف عنك شيء وما بدك تقوله. أعوذ بالله، ما في شيء ما في شيء. بعدين أنا شو مساوي له لحتى ما يحبني؟ ما بعرف ما بعرف. هلا انت بتشك فيني شي سيد أدهم؟ لا. اي خلاص هي. وعليم الله عليم الله اني بحبك مثل اخي واعز. ابو عناد انت الك اخ؟ كان الي اخ، اخ وحيد انتقل رحمة ربه من مدة طويلة. الله يرحمه. تعيش تترح. انت غامض كتير يا ابو عناد، في شي ما عم بفهمه. مع اني انا كمان ما عم بفهم عليك، بس خلص مثل ما بدك. خاطرك يا ونان. عود كمل كاس الشاي. دايما الف صحة، مع السلامة. عم اقول لك ما راح صالح، لو تطبق السماء قرط. يعني لامتى بدها تدوم الخناقة بيناتنا يا صاري؟ لحتى اخذ بتاريخ، بعدين لك الحادث حديث. اما هلا الدم صار دمين، دم ابني ودمي اللي كانوا بدهم يهدروه. واذا قلت لك انه انا رايح صالحون؟ بقول لك انا ما راح صالح، بدك تصالح روح لحالك، وما راح خلي حدا يروح معك. لك شو عم بتقول يا ابو عرب؟ بدك تصالح تطفل منك لحالك. اما انا لا لا. واللي بياكلها من عند ابو غالب امير رح يصير بلينا بنته، واللي بياكلها بالشارع انا حبيت خبرك مشان تخبر عقيد الحارة ابو شهاب، بركي بيطلع اوعى من رجال حارتنا. كتر الله خيرك سيد ادهام. وخير الله خير يا. بس في عندي سؤال محيرني شوي. تفضل. انت ليش عم تنقل لي اخبار حارتكم لوصلها لابو شهاب؟ ما بتعرف يا رياض؟ انت بتكره لحارتك مو هيك؟ بالعكس، انا بحب حارتي وترابها اكثر من كل الحارات. ايوه، لكن ليش عم تنقل لي اخبار؟ لاني بحب حارتي واهلها عم بعطيك اخبارها. طيب وشو المطلوب مني انا؟ قول لعقيد حارتكم يلاقي طريقه للصلحه. ما بدنا نخسر هالرجال على شيء ما له طعمه وما له قيمه. والله كلام بيسمع. سيد أدهم انت شو رايك بحارتنا؟ حارتكم؟ حارتكم كبرت بعيني كثير لما اجوا رجالها وطلبوا الصلح من مختار ابو صياح. انا حسيت انه في شيء بينات بعضكم اكبر من خنايق بكثير. بس ما ردوا عليهم ولعوهم. مختار حارتنا بيعجبك. رجال قبضاي ومعدل وما بيحب الغلط. بس اللي حواليه اللي حواليه مو حاسين باللي عم بيصير بالبلد. الجهل عامله. يا باطل، ابو عرب صاب بكتفه. ايه عقيد، واليوم طلعوا من المستشفى اخذوه على البيت والحاره قايمه قاعده عم يستنوا اشاره من العقيد ابو عرب ليهجموا على حاره الضبع. معناتها الشغله حمياني. حمياني كثير عقيد. وانت شو عرفك ابو غريب؟ انا اليوم رحت بعت فيها بليله وعرفت كل شيء صاير فيها. شو ناوي تساوي عقيد؟ بدي اعمل زياره العقيد ابو عرب.
اطمن فيه عليه وعلى شغله. هي ضروري عقيد، ضروري ضروري تعمل زياره لعنده وتتفق انت وياه مشان تهجموا على حاره الطبع. ابو عرب اكل رصاصه من فرد الماني وعم يتهموا حارتكم انه هي وراء القصه، ورجالوا عم يحضروا حالهم عم يشتروا فروده وفايتين على حارتكم برصاص. يا قاتل يا مقتول، انا شفت من واجبي اني خبرك عقيد مشان تاخذ احتياطاتك. محلوله محلوله يا ابو الروض. الثورج الدنيا، فأنا لهيتهم شوي لبين ما هرب من البيت وطلع من كل الحارة. ليش الثورج عنا بالحارة؟ لا من براتها، بس كان متخبي ببيت أبو كريم المغربي، هذا اللي بأول الحارة. وكيف فات؟ البيت مهجور ومن مدة ما حدا ساكنه. إيه، بيكون كسر الباب وفات، شو المشكلة؟ يعني الظاهر هو بيعرف الحارة وبيوتها منيح. وأنت شو لك شغل بالسرايا؟ ها؟ من يومين شافوك رايح باتجاه السرايا. لا 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 شو مو معقول، لا لا مو مزبوط الكلام، يعني بجوز واحد بيشبهني. بيشبهك من جوا لما من برا؟ شو قصدك سد ادهم؟ شو عم تقول لك حمدي؟ مثل ما عم اقول لك عقيد، شو اخذوا ادهم على حارة الطبق؟ والله ما بعرف، انا هادي اللي جاي افهمه منه. يعني شو قالوا عندهم ليروح لهنيك؟ ما بعرف يا عقيد، صدقني ما بعرف. بصراحة أنا ماني مرتاح له لهذا اللي اسمه ادهم. ها؟ ماشي. أنا رح أعرف لك ليش عم يروح لعنده. العافية يا برود. الله يعافيك عقيد، مرني عقيد. هذا الشاب اللي بيجي لعندك من حارة الماوي. إيه نعم، شو بو؟ بس يجي لعندك جيبه مر لعندي على المضافة. بعيوني عقيد، بس ليش؟ عجبني كتير هالشاب، في كلمتين بدي أحكيهم معه بيفيدونا وبيفيدوا أهل حارته. يا على عيني وراسي، أول ما يجي لعند مني دغري رايحين أنا وياه لعند منك. يلا خاطرة. مع السلامة يا عقيد. لك عمالكم علي، لك ما بقدر امشي مشيتكم، لك عمالكم. عمي محمود لا تخاف، هلا منطلعك. وما عرفتوا ليش أخذوه لأبو محمود؟ أكيد مشان قصة أبو سمع عقيد. حسبي الله فيك يا أبو جودة، حسبي الله فيك. الحمد لله، أنا التحية خلص معي ولي حلو يجيبوني مرة تانية. أخضر وحلو يا بطيخ. إن شاء الله مفكرني رح أتركك تسرح وتمرح على كيفك وتهين أهل حارتي كيف ما بدك. قول مرحبا بالأول. لوين بدك توصل ابو جوداء؟ لوين؟ الحقيقة مو عند ابو محمود ولا عند حدا من اهل الحارة. الحقيقة عندك ابو شعب. عندي انا يا ابو جوداء؟ لكن شلون انعدل الزلمة؟ الزلمة هلا ارتحل لرحمة ربه، فهدي علي وخليني اعرف ساعتك ودور لك على اللي قتله. بس النيابة العامة مستعجلة كثير. قلت لك اترك لي هالقصة بقى يا ابو جوداء، إلك علي يجيب لك القاتل لهون لعندك، شو أنا ما عم تفهم علينا؟ وعد عقيد. وعد. ماشي. يا سمعوا. سمعوا. نعم سيدي. ضربتوا له أبو محمود يا سمعوا؟ لسه سيدي. إيه لا حدا يضربه. أخلص سبيله، هذا ما دخله. حاضر سيدي. سمعوه.
نعم ابو شهاب. مروه لعندي على المضافه ان شاء الله. عود وروع عقيد. انا بروع يا ابو جودك لما اشوفك عم تشتغل مزبوط مع اهل حارتي. كل هالشغل اللي عم بشتغله مو عاجبك يا ابو شهاب؟ خليك اصلي يا ابو جودات، خليك اصلي. انا اصلي وعلى كيفك. انت ما سمعت شو قال ابو شهاب يا سمع؟ واللي قاله بيعني كتير. شو بيعني سيدي؟ بيعني واحدة من اثنين، يا بيعرف مين قتل ابوك يا هو اللي قتله. هو؟ ايه يا سمع، هو. ليش ما قبضتوا عليه سيدي؟ لا يا سمع، عطاني وعد يقل بين قتل ابوك وانا قبلت وعده راح اصبر عليه كام يوم، بس بعدين راح جيب النيابه العامه كلها وخليها تاخذ ابو شهاب من الحاره مثل ما اخذت نوري شعط قدام كل الناس. السلام عليكم. اهلين ابو حاتم خطو عزيزي. حيا الله. والله حياك. تفضل. شو جاي تعمل هون؟ جاي احكي كلمتين مع جنابك وجناب المختار. نحن ما لنا محكمه حدا منكم الا برصاص وبقلب حارتكم. طاري ما دخلك انت عمي، يشهد ربي علي ما حدا منكم بخط الحاره او بيعتبها قبل ما تغسلوا الدم اللي عليكم. طلع عمي من هي الحاره، طلع احسن ما اعمل لي شيطانه ينحكى عنا بكل حاره الشام وجيبوا معدلنا. طلع ابو عرب. ابو حاتم دايس بصدنا. وحياه من اخذ روح وحيدي اذا ما بيطلع من هي الحاره هذا الخنجر بدي شكه يا بصدره يا بصدري. طلع. اذا غزيت الخنجر بصدرك نحن اللي بنخسرك كمان، لأننا معتبرينك واحد من أولادنا. أنا طالع بس لأني جاي لهون مشان وقف الدم اللي بيناتنا. ديارك عاملة بصياح. يا أمان الله يا أبو حاتم. يا أبو عرب، هذا اللي عملتم ومش يا مرجال. بري عليك اللي قلعته، ما قصرت فيه. هاي تاني مرة بيجوا لعنا. لأنه خايفين منكم. دم ابنك عربي برقبته من كبيره لصغيره. أبو النار؟ إيه؟ شو صار معك مشان الفوتي على حارته؟ دبرت فرد. فرد واحد ما بيكفي. ليش حصلت عليه بالساهل؟ دفعت حقه هذيك الحسبة لحتى اشتريته. ومين باعك يا؟ واحد من البدو عن طريق واحد صاحبي. مين؟ شو بنا أبو عراب؟ عامل لك واحد من البدو. من البدو؟ العمى. شلون مو خاطر ببالنا هالشغلة؟ أنو شغلة؟ لك شو أنو شغلة؟ البدو عندهم سلاح ليوم سلاح، فينا نشتري من عندهم بارودة. شلون راحت عن بالي هي؟ لعمة، لك كنا اشترينا بدل فرد بارودة. هيك اللي غسل اليوم مختار. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، عاوز مني شيء مروح على بيتي؟ إيه عاوزك. مرني. بدي إياك تراقب لي واحد بالحارة. أبو عناد ما هيك؟ لا، حمدي. حمدي؟ ايه حمدي، بس بدون ما حدا يعرفك، واوعى تبين له انك عم تراقبه او انا طلبت منك تلاحقه. دي بس حمدي واحد منا وفينا مختار. لانه واحد منا وفينا بدي تراقبه من تحت لتحت، واوعى عينك تغيب عنه، وبدي اعرف كل شيء عن تحركاته. امرك مختار. ابو علي. مرني. هي امانه عندك ها؟ وانا حملتها. لعبتي عن صدام، كنت حاسه ماله مرتاح لي. ان شاء الله يكون صدقني وما شك فيني ويبعث سلاح على السريع. شوف استاذ ادهم، هن كلمتين مالهم تالي. رب العالمين خلق البني ادم له عينتين وإذنتين، بس خلق له لسان واحد منشان لما يحكي كلمه الحق لو على قطع راسه، وانت مشان هيك عجبتني. الله بحييك عقيد ويسلم هالدم. وانت استاذ ومثقف، يعني اكيد شايف احوال البلد والمشاكل اللي عم تتحدث علينا من هون ومن هون. كل ما نطلع من مشكله منغرق بمليون مشكله بشقيتها، واكيد شايف احوال الناس كيف الهم دابحهم والفقر راكبهم. لا وفوق كل هيك الفرنساوي كاتم على نفسهم ومو مخليهم يقاتوا بحركه. كلامك على عيني وراسي يا عقيد. يسلم ما ذكرت،
مشان هيك انا بدي حملك مرسال لهالحارتك بتقلهم فيه. نحن ما بدنا نقاتله ولا كان عنا كل هالنية من اساسها، مو خوف ولا جبن انتبهها، بس لانه نحن ما رح نقدر نطالع الفرنساوي من بلادنا الا اذا كنا ايد وحدة، حارتنا وكل حارات الشام. وانا معك بكل كلمة قلتها عقيد، ومن شان رب العالمين ينصرنا على الغريب ونقدر نطالعه من ديارنا وما تزيد المشاكل بين حاراتنا. لازم تصفى قلوبنا ونحط ايدينا بايدين بعض ونقول يا رب تنصرنا. منصورين باذن الله يا عقيد. يا رب. وهذا اللي قال لي اياه العقيد ابو شهاب، وانا نقلت لك اياه بالحرف الواحد. شو بتحب نساوي نحن جاهزين عم يا ابو صياح؟ ان شاء الله ما بيصير الا الخير. ان شاء الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. قام علي يا سمعوا اهل حارتك مو هن اللي قتلوا ابوك. لك مين؟ قل لي مين؟ ما بعرف. ما بتعرف لكان يا ابو حاتي؟ لا ما بعرف. بس انا بعرف عنكم كثير يا حارة الضوء. شو بتعرف؟ بعرف ما عندكم سلاح، وبعرف كم قطعة سلاح عندكم وين مخباي، وانتوا اللي هربتوا الفرارية من الحارة، واليوم العصر فات لعندكم سلاح مع الحريم. بتقدر تقول لا يا ابو حاتم؟ مظبوط. روح خبر علينا وام، بركي برقوك بيساووك عريف. روح شحاط اهل حارتك كلياتهم على القلعة، طالع مرجلتك يا قبضاي على اهل بلدك واهل حارتك. خص عليك انت قبضاي، انت ابنه لابو سمعو القبضاي الزقرت اللي خدم الحارة 15 سنة. ما بظن ابدا. شو واقف عم تستنى؟ ما تروح تدز علينا؟ ولك نحن مالنا خايفين لا منك ولا من بدلتك. عم تفهم؟ هواك ابني هواك. ريحني عمي ابو حاتم، ريحني كرمال الله واللي من اللي قتل ابي. والله ما بعرف يا ابني، اقسم بالله ما بعرف. انا ما عم نام الليل من شبح ابي اللي عم يلاحقني. بدي اعرف مين اللي يتم اخواتي ورمل ابني. بوس ايدك يا عمي ابو حاتم، انا مو هين علي يجر العقيد ابو شهاب على المغفر ويتحقق معه. ما بدي اظلم حدا من اهل حارتي. والله يا ابني لو بعرفه لقلك عليه. إذا عرفت عمي أبو حاتم بقول لك عليه. وعد شرف؟ وعد شرف. حليف؟ قسما بالله العظيم إذا عرفته لقول لك عليه. مين ما كان يكون؟ مين ما كان يكون؟ بدك تساعدني حتى طفي النار اللي جاية بقلبي. خلص ابني خلص، وعدتك. أنت وعدت عمي أبو حاتم وحلفت. وأنا عند وعدي وعند يميني، بس خلص ابني الله يرضى عليك. مسيك ابني مسيك. سيك واتكل على الله، الله يرضى عليك. لحق عقيد. شو في رياض؟ المختار ابو صياح ورجاله صاروا عنا بالحاره. شو يا ابو شهاب؟ اهلين فيك بحارتك يا مختار. وين بدك تقعدنا عقيد؟ اذا ما وسعتك الحاره منحطك بقلوبنا. مطرحك مقبول يا ابو شهاب. ميت اهلين وسهلين بالمختار ابو صياح وبكل رجال حاره الماوي، ومثل ما بيقولوا الشام شامنا لو الزمن ضامنا. شرفوا سيدي شرفوا، افتحوا طريق يا رجال. خلينا هون شباب قبل ما يطلعوا من الحارة، هيك أمل. انت أنا كنت جاي يا أبو صياح براسي لعندك على الحارة عزيك بابن بنتك واشرح لك شو صار. لولا فوتة أبو عرب علينا اللي ما كانت فوتة ابن بلا. عزاكم عزانا مختار، واللي راح من عندكم نقص عددنا.
الله بحيينا باك يا ابو حاتم يا طيب. وعلى كل الاحوال العمر الك، وشو بتريد للصلحه نحن حاضرين. بدنا عرف رجال يا عقيد. والولد ديته جاهزه، بس على اساس شو بدك عرف رجال يا ابو صياح؟ دم الولد بتحملوا حارتكم. بس نحن ما قتلنا حدا. نعتبره بالغلط يا عقيد. اذا بالغلط ليش لحتى تحملونا دمه للولد ونحن ما قلنا ذنب فيه؟ معناتها هيك ما رح يصير صلحة. صلحة على باطل، مو عدل بنوب يا ابو صياح. لو يسمح لي المختار والعقيد احكي. شرف استاذ ادهم، شرف. هلا الولد ما مات بحارتكم يا عقيد؟ اي نعم، وكان اهون علينا انه ينصاب 10 رجال من حارتنا وهالولد البريء ما يصير له شيء ولا ينخدش، بس امر الله. وراح منقول الولد ضاع دمه بين الدرك وبين الثورجية وبين رجال حارتك اللي ساعدوا الثورجية. مشي. شان هيك بيطلع عليكم الدية والصلحة، لأنه رجال حارتك ما انتبهوا للولد. الحق حق، والدية اللي بتريدوها رقبتنا سدادة. فشو المطلوب يا أبو صياح؟ فكروا أنتوا ونحن منفكر، وبكرة قبل الظهر ملقانا عندكم بالحارة. ماشي يا عمي ماشي. أبو عرام، أنا بس يلي بدي أفهمه، مين أقرب للولد، أبوه ولا جده؟ معلوم أبوه. بدك كتير فهم يعني؟ من شان هيك كان دم ابنك عربي رخيص على جده لما راح بذات نفسه على حارة الضبع وصالحهم على دم ابنك. كلامك أصلي يا حمدي، أصلي والله. زل زل كبير إنه يقتلوا لنا ابننا ونروح براسنا لعندهم ونصالحهم، مو هيك ابننا؟ عداك العيب يا حمدي، عداك العيب. وزل أكبر زل يروح أبو صياح بذات نفسه على حارة الضبع ويطلب الصلح أبو شهاب ودم عربي لسه ما برد. لك لسه ما شفنا شيء، يمكن يرحب برجال حارة الضبع ويأهل ويسهل فيهم، ويمكن تشوف قاتل ابنك بعينك وما تقدر تساوي معه شيء. ليش؟ لأنه عمك صالح حارة الضبع. هذا اليوم ما راح يمر علي، وما راح اسمح لحدا من حارة الضبع انه يفوت على حارتنا. دم عربي ما راح يروح هدر، دم عربي ما بيروح بصلحة. يا صهري الشغلة بدنا ننهيها. ما انت نهيتها لحالك ومشي الحال. لا ما راح تنتهي لتروح معي لحارة الضبع والصلحة تصير معك. انا ما بدي صالح حدا. لسه مفتكر انه هن قاتلين عربي؟ هلا انت مو بدك تصالحهم؟ اي نعم. خلص يا اخي صالحهم لحالك، وتريد غيرك تصالحهم على طريقته. انت ما دخلك فيني. ماشي يا صهري ماشي، خاطرك. ولدي الثانية ضبي اغراضك وروحي زوري عند اهلك كم سنة. يا مختار. أهلين أبو محمود، الله يحييك. سنة مختار. اليوم رايح أبو عرب ماله فوتي على المضافة يا أبو علي. أمرك مختار، بس ليش؟ اللي بيناتنا انتهى، لا عاد صهري ولا عاد لي محكة معه. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو دخل الحريم ليحطهم بالنص؟ وبكره الصلحه ماشيه بحاره الضبع. ايه بس ما رح تكمل من دونه مختار. انا هلا ما عاد يهمني يا ابو عرب، اللي بيهمني ما يصير مشاكل بين حارتنا وحاره الضبع. ايه بس كل رجال الحاره واقفين مع ابو عرب يا مختار. شلون يعني؟ ابو عرب خلى حدا ما جاب رناحه، ومثل ما بتعرف كمان ابو النار ورجاله وقفوا معه وصاروا ايد وحده ضد ابو شهاب ورجاله، وناويين يفوتوا عليهم فوته وحده. هذا الشيء اللي ما لازم يصير ابدا. بده يصير هلا ولا بعدين؟ وشو عم بيستنوه؟ ليش هلا ما فاتوا عليهم؟ ما بعرف شو عم بيخططوا. لا دس لي يا ابو علي، لازم نمنع فوتتهم لحاره الضبع باي طريقه. امرك مختار امرك. ما قلت لي شو مشان حمدي؟ لساتني لاحقه من قرني لقرني. رحت لعنده على الشغل؟ لا ما رحت. شو عم تستنى؟ روح لعنده على السرايا وسال الموظفين من تحت لتحت، لا تنام عليها. حمدي شاغل لي بالي. ماشي مختار ماشي ولا يهمك، بس شو السبب يعني؟ شغلة شفت عليه بالحارة وبدي اتأكد من طهارته. لا تسألني أكثر من هيك. وإن شاء الله بكرة رح تصير الصلحة قدام كل الحارات بحارة الضبع. أنت كبير يا سيد أدهم كبير،
أبو عناد أنت أكبر مني. أعوذ بالله، بشو أكبر منك أنا؟ أنت قولوا فعل. أما أنا ما عندي غير هالكلمة اللي عم قولها للناس. دير بالك على حالك قدام وانت ماشي، تطلع وراك. ليش في شي يا ابونا؟ لا لا ما في شي، بس خايف عليك من العوينية اللي باعوا شرفهم مشان الغريب. وانا بدي منك ما تأمن لمخلوق يخلق. صدقني ما حدا بيعرف شو عم ساوي غيرك انت. تايلي روح، ربي يوفقك ويعمي عنك. فكرتوا بدي يا عقيد؟ نحن حاضرين للي بدك يا مختار، من المال للدم. وشو هي الدية اللي بدكم تقدموها؟ دية جاهزة يا رجال. روح يا بروح. مين هذا الولد؟ أنا أبوه، ومحسوبك خال أمه اللزمة بصياح. ونحن كلياتنا أهله، ونحن أخواله. هي وصلت يا ابو شهاب، الله يحميه ويخليه لاهله. الكبير طول عمره كبير يا ابو صياح، والدم ما بيصير مي. الله محيي منبت اصلا. افتحوا قلوبكم وابوابكم لرجال حاره الماوي يا رجال. وحارتنا مفتوحه لرجالكم، واللي بيصير على واحد من حارتكم بيصير علي انا. قوم خالي قوم. حيوا يا رجال، حيينا. حيوا يا رجال، حيينا. حيوا المختار، وراح صالح حالة الضباع. سيدي يعمل ما بداله، يعمل ما بداله. نحن لساتنا على حالنا مع حارة الضباع. بس والله هيك عيب عيب، يعني ما شلك قيمه لا لك ولا لابنك اللي مات عنده. أخ، انا مو حارق قلبي غير انه طلعت من جد العصبي. ونحن بدنا نرجع لك الفرحه لقلبك يا ابو عراب. امتى امتى يا ابو النار امتى؟ مو مطوله، السلاح جاي على الطريق. انت متاكد عقيد؟ متاكد؟ مثل ما انا شايفك، مو حي الله سلاح، بارودة بدال الفرد. ومو بس بارودة، 10 بواريد، 5 لحارتكم و5 لحارتي. حلو. ها. ها يا ابو النار، من الاول سمعنا الاخبار الحلوة. ولسه رح تصير احلى لما بتشوف كبير حارة الضباع مرمي مثل الفطيسة بنص حارته. مع مين جاي السلاح ابو النار؟ كل شي بوقته حلو حمدي. وبكرة لما بتشوف سلاح رح ينغنش قلبك نغنش. هي يا لطيف، قديش مستني هاليوم اللي نرد فيه اعتبارنا قدام الحارات التانية وناخد بيتار ابننا حبيبنا عربي. لك راح يصير، وحياة شواربك وشواربه راح يصير. وغير راس الكبير تبعهم ما راح اقبل. قلت لي عندك بيت بحارة الضبع، بدك تبيعه؟ ايه
هذا البيت فاضي؟ يعني فاضي فاضي ولا مشغول؟ من وقت ما المرحوم عمتي اعطتك عمره وهو مسكر ما حدا فات عليه. وين صاير هذا البيت بالضبط؟ بقلب حارة الضبع. وانت ما عم تروح لابنه؟ مالي عازف فيه. بعدين كل اغراض عمتي قديمه وما عليها القيمه، حتى اذا حدا فات عليه ما في شيء يسرقه. قديش بدك حقه؟ لا يا ابو عرف شو عم تحكي انت؟ لك البيت واصحابه على حسابها. معلش اخي ابو النار، بس بدي اعمل حسابات. خلص قلنا لك ما بدنا حقه. بس هي غالي كثير. لك الغالي بيرخص لك ابو عرب، الغالي بيرخص لك. انا لازم ارجع على حارتي. عشت بعدت عنها كثير وتغربت وتبهدلت براتها. بس كيف؟ كيف وكذا واحد من كبارية الحارة بيعرفوا انه ابي هو اللي قتل ابو سمعه وهو اللي سرق الذهبات؟ والله ما الي عين ارجع على الحارة، وانا بنظر الكل حرامي، ابن حرامي، ودم ابو سمعه معلق برقبتي. الله يسامحك يا ابي، عيشتني بذل كل عمري. بس انا ما رح اسكت ولا رح ضل هيك، لازم سوي شيء خليهم ينسوا اللي عملوا ابي معهم. لازم. Le rapport est bien, Hamdi. Je veux surtout voir la portée de ces armes à leurs mains. Tu dois me prévenir le temps de leur arrivée au quartier. Bon, tu peux quitter le bâtiment maintenant. Non, non, attends. Est-ce que l'avocat Adam est toujours sous ta surveillance? Bien. Très bien. Continue parce qu'il est plus dangereux de ceux qui ont les armes. Le pistolet est une arme légère, alors que le fusil est lourd. Et que le porteur de cette arme peut viser nos soldats du loin. Tu as compris? Monsieur, j'ai compris. Écoute-moi bien, Hamdi. Ouvre bien tes yeux et tes oreilles pour voir quand est-ce que cette arme arrive dans ton quartier. Bien sûr. Et nous, nous allons faire quelque chose pour toi, pour te faire confiance de plus. Et ouais, parce comment faire, Sidney? Écoute-moi bien. M'écoute, Sidney, m'écoute. لك شبك لك حمدي؟ شوفي الدرك جايين يفتشوا حارتنا يا عقيل. فوت خبي سلاحك او ها فوت بسرعه. لك انت شو عرفك؟ انا كنت بالسرايا هنيك وسمعت طرطيش كلام من الناس. الدرك قاصدين حارتنا وبده يفتشوا بيوتها وكل ناسها. ما فوت شوفي عندك سلاح خبي او ها وجهز حالك للتفتيش. انا رايح اخبر عن الحاره. ماشي؟ ايه يلا معك. يلا سلام. نعمش حاضر سيدي. احترام السيد. شدي لحق. حاضر سيدي. على عيني سيدي. احترام. جاهز العناصر بسرعة. حاضر سيدي. ليش طالبين مؤازرة من عندي من المخفر للعسكر؟ معناها صاير شيء وشيء كبير. الله يستر. ودول مختار حق الصفات. بعت لك اياهم ابو عمر. يسلم وديات يا ابو عناد. بدنا نسوي الحارة. شو؟ Thank you.
كل شيء تمام وما حدا معه سلاح سيدي. يبا ارمي مسيو. هذا ارمي. داكو. دارك تراجع! يا تفتيش! تعال قد يا علبة ولا علب! امشي! C'est fini aujourd'hui. Tarek, monsieur Hab. ما بدنا نخلص منهم ومن مصايبهم. منيح اللي اهل الحاره عرفوا انه في تفتيش. حمدي هو اللي ضبط اهل الحاره انه جاي تفتيش على الحاره يا مختار. هو شو عرفوا انه التفتيش جاي لحارتنا مو لحاره ثانيه؟ رجال الحاره عم بيقولوا انه حمدي بالسرايا سمع كلام وسمع اسم حارتنا. شو رايك يا ادهم؟ ما بعرف يا مختار بس شي ما بيطمن. ابو عناد وينه؟ سمعوا يلفتني من حبل المشنى بايدي وانا ابن اللي قتل ابوه. شلون بدي رد لك يا سمعو؟ شلون ودم ابوك لابس كل واحد بيعرف تلا يوم القيامه؟ بس انا ما دخلني، انا ما دخلني. شو دخلني؟ دمه مو برقبتي، مو برقبتي. الله يسامحك ويغفر لك يا أبي. الله يرحمه. ليش كان معه فرد صبحي؟ وليش ساكن بحارة الماوي مو بحارتنا؟ شو أخذوا لعنده؟ ليكون صاير معه شي لحتى ترك الحارة. غريبة، شلون ما خطر على بالي اسأل عليه بالحارة؟ معقول يكون عواني او تاجر سلاح؟ طيب ليش انا غطيت عليه وما خبرت عنه؟ ما بعرف شو اللي منعني. بجوز لأنه ابن حارتي ودرويش مثلي مثله. يمكن أنا ما حدا بينتف لي شواربي لك أبو النار. أنا اللي بدي أعمله شواربه شعرة شعرة، هو وأكبر رجال بحارته. مزبوط يا عقيد، هي بالذات ما لازم تسكتلو عليها أبداً. ومين قال لك انه انا رح اسكتوا عليها؟ بس لحتى نجيب سلاح بدي فوت على حارته واعمل فيهم العمايل السوداء. وليش هلا ما نفوت عليهم فوته كبيره نحن والعقيد ابو النار؟ وبس يجي سلاح ما نفوت عليهم فوته القاضيه. اسمع ابو النار. مور ابو عراب. انا بيتك اشتريته بدون ما اشوفه. وبدي فوت على الحاره غصبا عنهم واحد واحد والقبضه يوقفوا شيء. يا عيني عليك يا عقيد، هلا الشغل صار مزبوط. ايش بنا؟ عم اقول لك ديار امان، احكي اللي بدك اياه ولا تخاف من اي شيء. بإذن الله يا أبو عرب سلاح بيوصل لدياركم عقب ليلتين. حلو. بس شو؟ وين رجالكم اللي يبون يقاتلون المحتل بدياركم؟ أنا للحين ما شفتهم وأريد أشوفهم. رجالنا موجودين بس ما بتواجدوا هون. نحن بدنا نشتري سلاح ونبعث لهم يا لعنده. الله يحميكم يا رجال. وكم بارود رح تجيب لنا؟ 4 بواريد يا أبو النار. بس؟ هذا اللي تأمن معي الحين، وان شاء الله عن قريب يوصلكم اكثر من هيك. ابو النار. ايه. 4 بواريد هلا بيمشوا الحال يمكن. وش اللي تقوله يا ابو عرب؟ عم قول انه 4 بواريد ما بيكفونا، لانه رجالنا كتار وبدنا نسلحهم كله. يا جماعه الشغله تبي لها شويه صبر، الطريق وعره كله درك ودوريات تفتيش. ماشي ماشي، قد ايه بدك حقه؟ مريد المال الحين، الين يوصل سلاح دياركم وتستلمونه بيدكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ارخصوا لي يا جماعه الخير. اي والله مو حلوه هيك، بات عنا الليله. ما اقدر اترك العشيره يا ابو عرب، لزوم اروح.
بس هيك بنكون قصرنا معكم ما قدرنا بواجبك. الايام جايه يا ابو النار. اسلم عليكم. شرف شرف. سلم سلم. الله يسلم. تفضلوا يا شباب عدوا اخي عدوا. واول ما يوصل السلاح نحن بناخذ بارودتين وانت بتاخذ بارودتين وبنقوم عليهم بفرد قومه. مشي يا ابو عراب. وبتخبر رجالك واحد واحد انه يكونوا جاهزين. وانت كمان كتر رجال قد ما بتقدر لانه هالمره رح تكون الفاصله. اهل حارتي كلهم جاهزين وعندها. وانا رح اكون عندها. امرك شريف. شريف. قول الحمد بدك بعد هون؟ لا رايح رايح. شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. خير أبو حاتم قال بدك يعني؟ خير يصيبك سيدنا. من بعد أمرك بدي أسألك على شغلي وبترجاك تجاوبني عليها. شو هي أبو حاتم؟ حابب أعرف مين اللي قتل أبو سمعو. شو لزوم هالسؤال هلا عمي؟ سمعو رح يطقوا أعلاته على ما يعرف مين اللي قتل أبوه. ويطق؟ شو بدنا نحن بهالقصة؟ صهري أنا وعدته إني أقول له مين اللي قتل أبوه مقابل إنه يسحب الدعوة اللي مقدمها للنيابة العامة. ونحن ليش لنفتح دفاتر الميتين هلا؟ يا صهري الغرض من هالشي إنه نحن نسحب البساط من تحت أبو جودات وما نخلي له حجة يضل يجرجر أهل الحارة عن المخفر. استغفر الله العظيم. أبو جودات بده يزل أهل الحارة بقصة مقتل أبو سمعو. ايش على كيفه؟ هلا على كيفه مو على كيفه. الورقه بايده لابو جودات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو يا ابو شهاب؟ صعب نقول مين قتل ابو سمعو يا سيدنا. صعب. بس الحاره كل مالها برطه يا ابو شهاب والشباب عم تتجرجر على المخفر من تحت راس سمعو وابو جودات. انا بس كرمال اهل حارتي وكرمال اني ارفع البلا عنه استعد احكي مين قتل ابو سمعو. بس مين اللي بيضمن لي يا عمي ابو حاتم انه سمعو ما يجن جنونه لما يدرى ويغلط بحق عائله اللي قتلوا ابوه ونصير بشي ما قلنا فيه؟ ليش اللي قتلوا ابوه من هون من عندنا من الحاره؟ اي نعم. ايوه. بس ما بصير نحكي شيء قبل ما نعرف شو غايته لسمعو وشو رح يعمل بعد ما يدرى. صهري انا بكفله لسمعو انه ما يساوي شيء ضد اهل حارته. كفالتك على عين والراس يا عمي ابو حاتم. بس هذا لساته ولد وما بيقدر شغل الكبار ولا رح يسكتها. عم اقول لك انا كفلانه وعندي. ماشي يا عمي يلي بدك اياه. احكي سيدنا احكي. احكي له لعمي ابو حاتم مين اللي قتله لابو سمعو. استغفر الله العلي العظيم. يا ابو حاتم اللي قتل ابو سمعو الحارس هو. هدول الك وهدول بتشتري فيهم شيء اكل. بس يا زلمه كثر خير. مشي معلم. السلام عليكم. أول ما أعرف مين اللي قتل أبوك قل لك عليه. هلا عرفته. مين هو عمي أبو حاتم؟ مين هو اللي ببوس إيدك؟ والشكوى؟ وقفت وتنازلت عنها وبكون نزل إذا حتحركها. ما بدي مخلوق إن يخلق يعرف اسمه. ليش عمي أبو حاتم ليش؟ لأنه اللي قتل أبوك مات بعده بشهر وعياله كلهم تركوا الحارة وهجوا ما بنعرف عنه شيء. عمي ابو حاتم اللي مين هو ببوس ايدك؟ ابو معروف ال11. يومها بالليل
ابو معروف الإدعشري الله يرحمه ويسامحه كان عم يسرق بيت ابو ابراهيم بيع القماش، ولما طلع من عنده هربان ابوك شافه هجم عليه مشان يمسكه، قام تكاون هو وياه، قام خنوا لابوك وسحبوا لعنده على الخرابه ودفنوا بقبر جده. طيب ليش؟ شو عمل له أبي ليك؟ أخ لو كنت عايش يا إيد عشري لخليك تندم على اليوم اللي ولدت فيه، إذا ما بنبوش عبرك يا إيد عشري وبطالعك وبستك للكلام هكون أنا سمعه ابن أبو سمعه. عنا واحد بالحارة بيشتغل عتال واسمه صبحي، بس أنا شفته عندكم بالحارة ومفتشناها مع الدرك مختار. إيه بيكون شي واحد مارق من حارتنا شاف له حمل استرزق فيه. أنت متأكد إنك شفته بحارتنا؟ معقول تكون جيته على الحارة صدفة؟ أكيد، لأنه لو كان ابن الحارة كنا عرفناه. ماشي الحال، السلام عليكم. مع السلامة يا ابني. مين هاد صبحي اللي كان عنا بالحارة مختار؟ انت شفت حدا غريب لما كبسوا الحارة وفتشوها؟ والله ما انتبهت، يومتها كانت الحارة قايمة قاعدة. مين ما كان يكون الله يحميه ويبعد عنه الأذى. فوت حمدي فوت. اخ ايه بسيطة بسيطة. والله يا عقيد لولا انك غالي علي وعزيز ما كنت طلعت من بيتي على قتلي، على قد ما راسي يوجعني. شو صاير معاه؟ ما بعرف، فجأة فقت الصبح مبكير لقيت لك راسي عم فج علي فج، ما خليت لا نعنع ولا ينسون ولا ميرمية، ما كان يكن. يا لطيف. خير خير ان شاء الله. يا لطيف يا عقيد يا لطيف، ليك بس ارفع راسي هيك صيرني دوخة فورا برجع، مشان الله ما تأخذني عقيد، انا ما رح اقدر اطلع اليوم مع الرجال. معذور حمدي معذور. دخيلك تسمح لي من ابو النار وقل له على اللي صاير فيني مشان الله. خلصنا لك حمدي خلصنا، عم نقول لك معذور، قوم تيسر على بيتك ان شاء الله معافى. الله يعافيك يا عقيد الله يعافيك. يلا السلام عليكم. عندنا في واحد من عندك عارف جاية تسلاح وخبر الدرك علينا. وليش ما يكون هذا الواحد من عندك؟ رجال حارتي ما بيسوا هيك. بالله لك كان رجال حارتي بيعملوها. ما بعرف. لا بتعرف، شوف هذا اللي كان معك وهذا اللي كان عندنا سطام. والحكم واحد من رجالي يا ابو عرب. وحمدي نضيف يا ابو النار. لك هل مين شل علينا؟ شو بعرفني؟ عم تسألني إلي؟ اسمع ابو عرام، الشغله فيه سر، الجماعه لطقتوا على باب حارتي، معناتها في واحد بيعرف وقته وين انت جايين. مين بده يكون يعني؟ لازم نعرف. اوعك تشك بحمدي. ليش حتى ما شك فيه؟ لك لانه هو جاب لي سلاح، جاب لي فردين ولسه بده يجيب لي ثمانيه سلاح، وبدك يعني شك فيه؟ ابو عرام صار بالحاره عادي. شو؟ ايه والله. مالك فوتي لهون على الحارة، لا انت ولا اللي معك. اسمع يا ابو ضاي، لا انت ولا ادخن واحد بهالحارة يمنعني من فوتي على بيتي. الي تضيع ما تلتقي. الو زمان القمر ما بان يا ابو عرام، شايفك عنا بالحارة. خير؟ بدي فوت على بيتي، بتمنعني عقيد؟ مو انا اللي بمنعك، معاملتك لأهل الحارة اللي صار لك بيت فيها هي اللي بتمنع. على كل الاحوال الايام بيناتنا. وهلا شو بدك ابو عرام؟ بدي فوت على بيتي، وبدك تبعت بعم مني واحد يدلني عليه، ما بعرفه. ابو العز امور خال، خذوا لابو عرام دلوا على بيت عمته لابو النار، وبطريقك دلوا على المضافه تبع الحاره كمان. لعيونك خالي. شري دستور. زين ما فعلت عقيد؟ فعلا زين ما فعلت. شرفوا على المضافة سيدي، شرفوا.
كله من ابو النار. هل ما كان يكبر عاله ويبيع بيته لواحد من اهل الحاره؟ لك اخي بيته هو حرفي، شو قلنا عنده شيء؟ يضرب هو وبيته سوا، هي كانت باطله ومحوله لما واحد من حارتنا تجوز عمه ابو النار. يا عقيد شو حلت هلا؟ ابو عرب اتركوه يفوت ويطلع على الحاره ايمتى ما بده، بس هذا ابو النار دباره عندي. ابو عرب طلع لبرات الحاره عقي. علي روح جيب ضيافه للشباب. امركم على مين؟ لك حمديه، روح عندي. ايوه لك يا شباب. طيبك الدكا؟ اهلين عقيد، اهلين، زارتنا البركه. تفضل تفضل فوت شري. ما بدي شري، بتروح لعند ابو النار. ايوه بتقول له ابو عرب ما عجبه البيت لا من قريب ولا من بعيد، قل له محفر مثل وشك ما عجبه، بعدين في طاقه هالقد بيمرق قديش منا لعند الجيران. ايش هيك الا هيك هذا الصائق بتزت له يا بخلقته. ايوه سلام. الله معك الله معك يا عبيد. هيك لك قلت لي فت لعنده وما حكوا. ايه فتت وطلعت، ما حدا استرجى يتنفس بكلمه، وبدي فوت واطلع على كيفي واتمردح واتصر معه، مين له علي؟ ايه بس انا ما كنت مفكر يصير هيك شيء ابدا. وشو كنت مفكر سيد حمدي؟ عقيد انت كان لازم ما تفوت لحالك على حارته. شو قصدك؟ يعني انا مالي كفو فوت عليه لحالي؟ لا معاذ الله ما حكيت هيك انا، انا عم اقول كان لازم تفوت الفوته اللي كنت عم تخطط لها، فوته لرد الاعتبار والانتقام لابنك عربي اللي قتلوه عندهم بحارته. هي لسه ما اجى اوانا. ما راح اوانا وخلاص، هي فتت وما حاكوك، وانت ما حكيت قصه ابنك عربي. لا تحمل لك لسه ما اجى اوانا، خلص حمدي بقى. يعني اذا الله راد واخذ لك ابنك عربي، شو لك لعمتك لتبعتها لعند ابوها؟ لك شو ذنب المسكينه تسعلى فوز على يعني فوق الاساس يا ابو عرب؟ لك حرمتك من اصبر الناس عليك وعلى اصبعك القاسيه، وما انا صابر عليك. قهرت يا ابو عرب، قهرت قهرت قهرت. عليكم السلام. أهلين أبو عرب. أهلين عم. أنا جاي لعندك مشان حبيبتي. طلبك مجاب. أنا لما أعطيتك بنتي ما أعطيتك إياها لترجع لعندي، أنت غالي على قلبي يا صبري. الله يجبر خاطرك، وانا رح ارجع لك اياها بنفسي. شرف تعال. هذا المجرم صبحي موجود عندنا هون بالمخفر، وامتى ما شرفته رح تلاقوه. سمعوه؟ لك سمعوه؟ نعم سيدي، خذ المجرم صبحي على الحبس وديروا بالكم. ها امرك سيدي. اعتبروه صار بالامان سيدي، وانا اليوم كرمالكم رح ناوب بالمخفر وما حروح على بيتي مشان تجوا تستلموه. بون ادومان ادومان سيدي. بون
افوتر سيرفيس ابيانتو. ابن ال 11 طيب شو عامل لحتى دايمينه كل هالقد؟ بعدين ليش اكد علي انه ما حدا يحكي معه ولا حدا يساله اي سؤال؟ لا عم لك شو مساوي؟ لك ينباع وبالعزا هنن وياه، ان شاء الله يجيبوا لي اياهم كلهم وعلى راسهم هذا المأنبر. سمو والسجن والموت، هدول الثلاثة كنت حاسب حسابهم، بس مو بهالوقت. ما تخيلت يشتموا سوا. جابوك لهون يا مجرم، يا ابن المجرم. مجرم؟ ايه مجرم. مجرم انت وابوك الداشر اللي قتل ابي ظلم. مو ضروري تعرف ليش جابوني لهون. لا بدي اعرف هلا. قتلت تراتين حارة الماوي. وليش قتلته؟ لانه تحركش بوحدة ماشي مع جوزها. هلا يا سمو، هيا عرفت ليش جابوني لهون. يلا خذ بيتار ابوك وقتلني. يلا بين عليك تعبان، روح انت نام وانا بقعد محلك. وسيدي ابو جودات خلص عندي. كتر خيرك. الله معك. Oh!
الحساب اللي بيننا لسه ما انتهى صبحي. ما دامك رح تقتلني، ليش عم تفكرني؟ بعدين بتعرف. شو هاد؟ احمي حالك فيه. انت ابدا يا سما واللي مثلك ما بيخوف. وإذا قتلتني بيوم من الأيام بكفيني إني ميتت على إيدين أبضاي وشريف مثلك. اطلع هلا اطلع! أنت لك أيام تلاقيني فسدين الشعور. قربت يا بي، قربت. قلت لك كم يوم وراح اخذ لك الثمره. خير مين صبحي؟ صبحي ابن العداخري. مين بتقصد يعني؟ شو من بقصد مو مبينة يعني؟ هذا الشاب اللي قتل تركي بحارتكم ومسكوه وسلموني اياه. تقصد ابو عناد؟ اي نعم، ابو عناد ذات نفسه، ابو عناد هو صبحي ابن العداخري من حارة الضبع، فهمان مختار؟ وينه هلا؟ ما بعرف، ليش هو مو عندك؟ لا سيدي مو عندي، هرب من السجن، هو عنصر من عناصري. هلا ابو عناد من حارة الضبع؟ اسمع مختار، إذا كنت بتعرف وينه صبحي ولا متستر عليه هو هذا سمعه، لا تنكر حالك. ها نحن ما عنا حدا. على كل حال انا عم نبك بختار، ها اذا شفته او عرفت عنه اي شيء هو هذا العنصر سمعه بتخبرني فورا. ها ان شاء الله يا ابو جودات ان شاء الله. حاضر، على السلامه. كل هالايام ابو عناد عندنا بالحاره، ما بنعرف انه من حاره الضبع يا مختار. اتكل على الله يا ابني، ان شاء الله ما بيصير لك الخير. أود عليكم مختار. مع السلامة يا ابني. الله معك العز. على راسي وبتقيه. أدهم، أنت شو بتعرف عن صبحي؟ بعرف كتير يا مختار. شو؟ أبو عناد شب على كيفك، بيحب البلد وبيغار على أهله. أنا بزمناتي هربته من عندي لما كانوا ترك من أهلينه. وما بتعرف إنه هو من حارة الضبع؟ صدقني ما بعرف، أنا سألته كتير، هو ما رضي يحكي قصته ولا شو جابه حارتنا. طيب هلا انت سمعت شو بده العقيد ابو شاب؟ اي خبر بتسمعه عن ابو عناد وسمعه بتتكتم عليه وبتجي بتقلي اياه فورا. بامرك عم يا ابو صياح. مرحبا ابو علي. اهلين حمدي، شرف شرف، تفضل. لك صحيح الخبر اللي سمعناه؟ شو سمعت؟
ابو عناد هرب من المخفر. ايه هيك قال رئيس المخفر وطاير اعلو على ما يعرف وين راح. وانت بتعرف وين متخبي؟ انا يا ريت اعرف يا ريت. بس نحن لازم نساعده يا ابو علي، بركي لازم المصاري، اكل شرب مأوى ينام فيه. اخ على ما اعرف وينه، بدي اروح انا وياك وناخذ اللي فيه النصيب. بس شو بدك بالحكي يا ابو علي؟ ابري عليه هلا ابو عناد، ابري عليه. قول الله حي الشرطي صنعه اللي سعاله بالهريبه. ايه الله حي اصله. لك بدي اسالك ابو علي، صحيح ابو عناد طلع من حاره الضباب؟ شايف لك حمدي شايف، له عنك لهالمده وما بنعرف منين اجى على حارتنا. قلتك وين بيكون متخبي هلا ابو عناد؟ وين بيكون متخبي؟ اكيد مو بالحاره. وليش كل هالقد متاكد انت؟ لانه ابو عناد زغرته قبضاي، ما رح يرمي اهل حارتنا بمشكلته. والله انغشيت فيك يا ابو عناد، ضحكت علي. على اساس بدك تشتغل بالسرايا مثل حكايتي، طلعت واحد ضدنا. لعمل شلون ما لقيت علي هي؟ شلون ما لقيت؟ هي الحاره كلها قدامك، فتشها بيت بيت، واذا لقيت صبحي وسمعوا شحطهم هن واللي مخبيه. طيب انا شو سوي؟ وانا شو بيعرفني يا ابو جودات؟ كمان انا بدي اعلمك شغلك شيء؟ اخي انا بدي فتش بيت اهل سمره. لك روح، انا بدي فتش وانا وياك كمان شغلي. تفضل. يلا يلا فضل. ما هقيت ان يوصل الامر فيكم لهالدرجة. اثنين من رجالي يذبحون واربع بواريد يروحون للدرك، وانت تقول حنا رصدين الطريق من العسكر، والعسكر كانوا قاعدين ينتظرون قدومنا يا ابو عرب. شو نعمل؟ في واحد دازز علينا. واحد من رجالك او من رجال ابو النار، ولزوم تعرفون من اللي يقعد معاكم من يقل اخباركم، وانتم ما تدرون عنه شيء غير انه اللي يكون واحد قريب من رجالك او من رجال ابو النار. لك هذا اللي محيرني انا وابو النار، ما عم ننام الليل كلياته، بدنا نعرف مين هذا الدساس اللي عرف عنا كل شيء. لا حول الله. اسمعني زين يا ابو عرب، انا مصدقك ومصدق كلام ابو النار، ترى سلاح ما عاد يوصلكم ابدا. ألين تعرفون من هذا الدساس اللي قاعد معاكم وياكل من أكلكم ويخون الزاد؟ أنا وأبو النار ما رح يهدانا بال لحتى نعرفوا من هذا الدساس، بس بدنا سلاح، بدنا سلاح والدرك فايرة فورا مو طبيعية. وليه لعاد؟ إن قتل عنا هون واحد دركي بالحارة، واللي قتل واحد كان قاعد عنا بالحارة، بس أنا كنت مفكره إنه دساس. شلون؟ طلع واحد ابن حلال وزقرتي ومرتب وعلى كيف كيفك، ولازم نحميه، وبدون سلاح ما فينا نحميه. كيف يا بار؟ كيف وما في امان على رجالي؟ لك باذن الله راح يكون في امان، بس استنى علينا كم يوم وحياه هالشوارب الا نلقطه لهالواقع. وش اللي يصير يا ابو عرب؟ يا مختار ادرك بالحاله على غابتك ابو عرب. يا مختار شو عم بتقول؟ بعدين يا مختار رح تضل ساكتين. لطيف شو هالحكي؟ طلعتوا عنده فردين يا عمي ابو حاتم. ولوين اخدوه هلا؟ اكيد على القلعه. رياض مر عمي، روح لعند معتز وقول له يروح هو قدم لعند ابو شهاب على السريع يخبروه شو صار بابو عرب. وجاب شرف سيد ادهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو هالحكي اللي عم تحكي لك أدهام؟ شلون بدنا نساعده يا عقيد؟ شلون؟ وكل الله، إلا ما نلاقي له دوبارة ونفك أسره من القلعة، حتى لو بدنا نهربه تهريب. بلغ الحركة.
تابعوا إلى أمام. عليه ارفع ايدك لفولك، ارفعولك. اي حركه رح تعطيها الفرد براسك. ثبت. اسمعوا انت وياه، بتقولوا لسيادكم انه هذا الضابط بدال ابو عرب عقيد حارة الماوي وبدال كل المساجين اللي بالقلعه، ومعكم لبكره. اذا ما طلعوا انا رح اقتله. كمان Comment on se dit d'enlever un lieutenant français? Je veux le lieutenant enlever avec celui qui l'a enlevé. À tout prix, vous comprenez? Même si vous serez obligé de détruire Damas. Espèce de... أنا ما بدي منك شيء. وبعرف إنه عندك أم وأب وإخوات ويمكن مرة أولاد. بس أنا بدي أفهمه. انتوا ليش عنا هون؟ وشو بدكم منا؟ وليش عم تاخذوا رجالنا؟ ليش؟ لا تخاف، انا ما رح اقتلك. بس اذا ما طلع ابو عرب وكل المحابيس فبدك ما تواخذني. فادعي لربك انه يطالعون وما يتحيونوا. عم تفهم علي ولا ما بتفهموا بالعربي؟ تصبح على خير معتز. والله معك عمي ابو احمد. الله يرحم ابوك. عيش على راس فكه وتكون عندها. شو نصبحت هي؟ بيظهر قامت. شو اللي قامت؟ قيامتهم ان شاء الله. الله يستر. امين يا وينك لهلا؟ كل الشباب بيستنوا فوق. فوت. عم اقول لك صبحي خطب ضابط فرنسي وقال بده بداله ابو عرب وكل المساجين اللي بالقلعه. ونحن شو دخلنا لك ابو جوده؟ دخلك ونص ابو شهاب. صبحي من حارتك وانت بتعرف وينه. واقف عندك! حاجة تتملانا بشغلة ما إلنا خص فيها. بدك صبحي وسمعه روح دور عليهم لحالك. أما شيت إنه عالطالعة والنازلة تتهمنا بإنه نحن منعرف وينهم ومخبينهم، هاي ما رح أسمح لك فيها بنوب. اسمع، هاي الشغلة كبيرة كتير، كبيرة أكتر ما تتصور. أبو شاب قدامك من هول لبكرة، يا بتسلمني صبحي وسمعه يا أما لا تكون غير حالك أنت وكل أهل حارتك، وأنا حاسرتك حق. لو بتنطح راسك بالحيط ما رح تطول ضفره. لك الله محيي البطن اللي حمل هيك رجال. قرروا زعماء الكتلة الوطنية التجمع بكرة قدام السرايا بمظاهرات كبيرة من أجل المطالبة بإخلاء جميع المعتقلين السياسيين الموجودين بالقلعة. ومين رح يكون معنا؟ رح يكون معنا عدد كبير كتير من الأهالي، بس انتوا قولوا لي هالبيان مشان نتناقش فيه. سيرجان، هذا هو الإمام. يوم الظهر كنت عند عقيد ابو شهاب. افتح. ايه 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 عم افتح.
خير؟ بدي العقيد ضروري. بس هو ماله هون. روح قل له ادهم بده اياك ضروري بسرعه. معناتها انت فوت وسكر باب البوايكيه لبين ما روح واندهله. يلا يلا. لن يقر احد ابا جوده، اليس كذلك؟ نو هون شو يهرب ما يهرب سيدي؟ انا اليوم مناوب هون وماني رايح البيت مشان احصل الصبح. Dis lui qu'il y a un nouveau soutien qui arrive ici plus tard. في مؤازرة جديدة ستأتيكم ابو جوده قريبا. Et surtout que je voudrais bien une très bonne surveillance ici. وحراسة شديدة كثيرة نريد منكم. A votre service mon lieutenant. Allez, dégagez. والله لا ربي فيكم حارات الشام يا كلاب. هات مفتاح يا ابني، هات. ما حدا بيتحرك وبتدمع عيونكم وفتح فماني. كل ربع ساعة بيعمل كبش عليك هذا الكلاب. وهلا هو بالبايك عم يستناه وقال بده اياك بسرعة. روح اجمع لي كل الشباب وخلوني لاقولي على باب الحارة. أوام أمرك. مختار يا مختار، وين كنت يا ابو علي؟ حمدي كان بده يقتلني يا مختار. شو؟ هو اللي قلتلك عليه ادهم، حمدي غريمنا، هو دسات الحارة. مرنا خالي. الحجر بمحله انطار يا رجال. خليكم ناطريننا هون وجاهزين على الندهة. تعا معي انت ورياض. امرك خالي. الله 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 الله. وما عرفت لوين اخذوه؟ على المخفر يا عقيل. متاكد يا ادهم؟ انا لاحقته من بعيد لبعيد لحتى فاتوا فيهم على المخفر. معتز مري خالي، تاخذ حصاني وبتطير لعند ابو حسن على الغوطه، بتقول له بيقول لك العقيده مش هاب فرعه يا رجال. يا عيونك يا خال. ابو الروم مني عقيل، ما بتخلي قطعه سلاح مخبايه بالحاره اللي بتطلع، وبدي اياك تستنهض لي كل رجال الحاره على الندى. ابشر. فتحي مور عقيد، طالع لي الباروتين اللي مخبايين جوا. بامرك. شرفك يا ادهم عيشه. جاي تقتلني يا سمعة؟ حقك، أنا كنت عم بستناك مشان تخلصني من هالدين اللي حطوا أبي برقبتي من دون ذنب. خد. بس أماني برقبتك لما بتاخد بتارك، خلي هذا عندك رهيني لحتى يطلعوا كل المساجين. مين هذا؟ مثل ما انك شايف ضابط فرنسي. انت خطفته؟ ايه انا. وليش ما قتلته؟ مالي مصلحه بقتله. انا خطفته كرمال العقيد ابو عرب والمساجين اللي بالقلعه. شبك؟ ما تقتلني وتاخذ بتارك؟ بعد اللي شفته منك بكون ظالم وندل اذا بقتلك. سيك فردك يا صبحي، كمل اللي بديته، انا معك بهالشرف العظيم. الله يرحم ابوك، يرحم البط اللي حملك.
عيون ابو شاب. يلا يا رجال فيهم خيالي واسرجوا الخيل. وحياة الشام وعيون الشام. ما بيضل حدا بالسجن وانا ابو حسن. معناتها رح حسبوكن على الحرام يا ابو حسن. رايحين سوا ابو العز. سرايا يا رجال. والحشوب برات الحاره